بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. الناس كله سامعيني يا اولاد؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده تقريبا، بكره لسه، انا مش عارف الرؤيه قالت بكره العيد ولا لسه. العيد تقريبا الاربع. بعد بكره باذن الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض اولى حلقات المراجعه اللي احنا حسب البلان اللي احنا عملناها هنحاول على قد ما نقدر نلتزم بالبلان بالخطه بتاعتنا. ممكن النهارده ما نلحقش نخلص الكم اللي انا عامله على للبلان، يعني في اللي انا عامله في البلان الجزء بتاع النهارده، فهنكمله المره الجايه عشان ظروف رمضان بس. لكن غالبا احنا في المراجعه بنطول يعني، بس هي غصب عني النهارده عشان ظروف رمضان ممكن ما الحقش اخلص الجزء المطلوب مننا، ممكن نرحل حاجه للحصه الجايه ولا حاجه. نبدا مع بعض كده الاول، والاول بنرحب بالناس الجديده اللي معانا في اللي حضروا معانا ان شاء الله من اول مراجعه، وهتفهموا كل حاجه عن النظام بتاعنا واحنا شغالين، يعني ما تستعجلوش، كل حاجه هتفهموها واحنا شغالين، هتعرفوا النظام بتاعنا ايه وبنشتغل ازاي وبنعمل ايه وهنحل من ايه وهنعمل ايه، كل حاجه هتعرفها واحنا شغالين. الاول كده تعالوا نبدا مع بعض يا شباب على حسب البلان بتاعتنا. تعالوا نبدا مع بعض، هنحل الواجب برضو اللي كنا خدناه المره اللي فاتت بتاع درس الارتكلز، بس تعالوا نبدا الاول حسب البلان بتاعتنا. المفروض النهارده ان احنا هناخد مع بعض اف كونديشنالز، هنراجع مع بعض دروس الجرامر التراكمي، هنراجع درس اف والالترناتيفز بدائل اف، والمفروض كمان ان احنا هناخد مع بعض درس البارتيسيبلز. تعال نبدا مع بعض الاول بدرس البارتيسيبلز ده يا شباب. ده درس كده حاجه شيقه جميله، وحاجه بتراجع لك اجزاء كتير قوي من الجرامر اللي بناخده طول السنه، شامل حاجات كتير قوي، والدرس ده مش مذكور صراحة كده في الكتب، لكن هو حاجة مهمة وكررت في جد في امتحانات السنين اللي فاتت كلها. يعني ايه participles الاول كده؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض، نركز مع بعض بقى شبابنا كده. هنبدأ شرح الاول. participles دي يا شباب احنا عندنا two types of participles. عندنا نوعين من الparticiples. الparticiples دي ولاد، في اول نوع منها اللي هو present participle، present participle ده بيقولوا عليها اسم الفاعل او الverb plus ing. والنوع الثاني ال past participle، التصريف الثالث للفعل. انا بس مقسمها الاول كده عشان نبقى عارفين النوعين، ال past participle اسم الفاعل verb ing، والباست participle اللي هو اسم المفعول. اولا كده as a general rule، كقاعدة عامة، اي حاجة هنتكلم فيها عن present participle يبقى تبقى عارف ان انا بتكلم على المبني للمعلوم، انا بتكلم على حاجة في الاكتف في المبني للمعلوم. ولما تلاقيني بتكلم على الباست participle يبقى على طول كده تقول لنفسك ان احنا بنتكلم في حاجة في الباسف في المبني المجهول. ده مبدئيا الاول كده. البريزنت بارتيسيبل الفيرب اي ان جي، اي حاجه هقولها على البريزنت بارتيسيبل يبقى تبقى عارف ان انا بتكلم على المبني للمعلوم. اما تلاقيني بشرح في الباست بارتيسيبل يبقى ده بنتكلم على المبني المجهول. اول استخدام للبريزنت بارتيسيبل، انا بستخدم البريزنت بارتيسيبل في ايه؟ هي في حاجات كتير هناخدها من البي دي اف عشان نسهل على نفسنا شويه ما ناخدش وقت في الشرح، والحاجات الصعبه انا هشرحها هنا. انا بستخدم البريزنت بارتيسيبل يا شباب الاول as an adjective، بستخدمها كصفه، بستخدم الفيرب اي ان جي الاول as an adjective كصفه. تعال نشوف اكزامبل مثال مع بعض كده. لو قلت يا اولاد مثلا I saw a frightening animal، انا شفت حيوان مرعب او مخيف.
frightening هنا دي adjective صفة معناها مخيف، وبعدها كلمة animal ده noun اسم، adjective صفة بتوصف الاسم اللي بعديها. انا نفس الاستخدام انا ممكن استخدم ال past participle التصريف الثالث برضو as an adjective كصفة، ممكن استخدم ال past participle كصفة برضو، زي مثلا لما اجي اقول عمر was frightened، عمر كان خايف when he saw the lion لما شاف الاسد، برضو frightened adjective، ممكن اقول I saw a frightened boy، انا شفت ولد خائف، كلمة frightened adjective صفة فيها اي دي، يبقى ده تبع الباست participle او سوري تبع اسم المفعول، بس الجملة دي مش مبنية للمجهول، لكن في حالات تانية كتير بعد كده هنتكلم فيها هتبقى الجملة باسف مبنية للمجهول. يبقى اول استخدام للبريزنت participle بستخدمها as an adjective كصفة، صفة بتنتهي ب ing، وبستخدم التصريف الثالث برضو كصفة بتنتهي ب ed. بستخدم البريزنت participle، تعالوا بقى سيبكم من موضوع الباست participle، تعالوا نمسكهم حاجة حاجة كده، تعالوا نتكلم الاول على البريزنت participle عشان بس نمسك حاجة حاجة نخلصها الاول كده. بنستخدم البريزنت participle في ايه يا شباب؟ اللي هو الفيرب مضاف له اي ان جي. البريزنت participle اللي هو الفيرب بلس اي ان جي ده بنستخدمه يا شباب instead of، بدلا من، بدلا من الروابط اللي هي when و after و as soon as while، بس خد بالك before لا، before مش تبعهم، when و after و as soon as while، الجمل اللي انت خدتها في unit 1 في الوحدة الاولى وفي unit 2 اللي كنا بنستخدم فيها وين بيجي بعدها ماضي بسيط، ماضي بسيط وماضي تام مع ماضي بسيط والحاجات اللي انت حافظها دي كلها، ممكن استغنى عن العباره كلها واستخدم صيغه البريزنت participle الفيرب مضاف له اي ان جي. هوريك كده مثال بسيط كان جت في امتحان 2022 الجمله اللي انا هكتبها لك دي وحليتها انا معاكم قبل كده. اما اجي اقول نقط his own company لما أسس شركته he took on many workers هو وظف عمال كتير. شوفوا الاختيارات كده يا شباب، founded ولا founding ولا when founded والله فايند، بس حد مش فاكر الاختيارات دول بس هي كانت تقريبا كده يعني. نختار ايه يا شباب هنا؟ فاوندينج. فاوندينج اللي هي الاختيار بي، فاوندينج. فاوندينج هيز اون كومباني، اللي مش فاهم الجمله يركز معايا كده بالراحه، كلمه يؤسس يعني فاوند، دي مش يجد اللي في دماغك، كلمه يجد فايند الماضي منها فاوند والتصريف الثالث فاوند، بس الجمله دي مش كده ملهاش دعوه بفايند اصلا، ده الجمله دي الفيرب بتاعها فاوند يؤسس والماضي منها فاوندد هنزود لها اي دي والتصريف الثالث برضو فاوندد بالاي دي، يبقى الفيرب اصلا هنا فاوند يؤسس. طيب انت اخترت فاوندنج اي ان جي ليه يا مستر؟ هي الجمله دي اساسها ايه؟ انا عايز افهم اساس الجمله دي. اساس الجمله دي حضرتك when he founded لما أسس، يبقى كلمة founding دي بتساوي when he founded، when وبعدها founded ماضي بسيط وفي آخر الجملة took، took on دي يعني وظف، يوظف لما أسس شركته وظف عمال كتير عنده.
طيب واحد يقول يا مستر طب ما جايز الجملة ماضي تام، ما تزعلش نفسك. When he had found it ماضي تام يا عم ولا يهمك حاجة. يبقى when سواء هتقول لي كان بعدها ماضي بسيط وانا خليتها founding ماشي. عايز تقول when يا مستر هنا المفروض يبقى بعدها ماضي تام، ده حدث اول والحدث الثاني took ماضي بسيط، ماشي يا عم ولا تزعل نفسك. هي مش هتفرق عندي حاجة. كده كده في الاخر انا ممكن استخدم صيغه البريزنت بارتيسيبل اللي هو الفيرب مضاف له اي ان جي تبقى فاوندنج. وين هي فاوندد لما اسس، او وين هي هاد فاوندد لما اسس شركته، هي توك اون ميني وركرز. دي جمله كانت جايه في امتحان انا مش فاكر بالظبط 2022 ولا 21 حاجه زي كده. الناس فاهمها الاول الجمله دي يا شباب؟ تمام يا مستر. طيب طب بصوا معايا كده برضو مثال تاني. Dots work احمد left the office، احمد ترك المكتب، خرج من المكتب. بصوا في الاختيارات برضو معايا كده، finished ولا finishing ولا when finished. ولا finishes نختار ايه يا شباب؟ finishing. كل الكلمة يا ولاد معايا كده، انا بحب الناس تشارك معايا. الاجابه هتبقى ايه يا شباب؟ finishing. finishing ده فيرب مضاف له ing، يبقى انا اخترت finishing، اختارها وانا فاهم اساس الجمله دي after he finished. عايز اخليها افتر يا مستر بيجي بعدها ماضي تام، ماشي خلاص يا عم افتر هي هاد فينيشد. ولو ان انا قلت قبل كده الماضي التام ده انا عادي جدا ان انا استبدله بماضي بسيط، ممكن اقول افتر هي فينيشد او افتر هي هاد فينيشد مش هتفرق حاجه. واحد يقول يا مستر طب ما جايز الجمله اصلها وين هي فينيشد، ماشي يا عم وين هي فينيشد وين هي هاد فينيشد، لما خلص شغله خرج من المكتب مش هتفرق. كده كده في الاخر انا استخدمت دي جمله مبنيه للمعلوم، فانا استخدمت بدل after he finished او when he finished او as soon as he finished استخدمت بدلها finishing، ده verb plus ing نفس المعنى ونفس الاستخدام. finishing يبقى finishing work بتساوي after he finished work، when he finished work، as soon as he had finished work، اي حاجة من دول. الناس فهماني كده تمام يا شباب؟ طب مستر هو finishing work دي يعني المعنى نفسه حاساه غريب، اللي هو finishing ازاي بيخلص الشغل وبعد كده هيلفت المكان يعني. انت اول حصه تحضري معانا؟ اول مره. بتساوي ايه؟ بتقولي انت بتقولي بس حاساه غريب ازاي؟ انت اول مره تحضري الدرس ده او تشرح لك صح؟ انا كنت بشوف يوتيوب واول مره عندي دلوقتي. طيب بصي يا حبيبتي ال 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 دي حاجه اسمها present participle. بدل العباره بتاعت انت اسمك ايه الاول؟ نور. ايه؟ نور. نور. طيب بصي يا نور، اما اجي اقول مثلا يا نور ايه، هديكي جمله كده سهله شويه عشان تفهميها بسرعه. اما اجي اقول مثلا ايه، when نور arrived home، لما نور وصلت البيت she went to bed نامت. مش احنا واخدين يا نور في الوحدة الاولى ان وين ممكن يجي بعدها ماضي بسيط وفي الاخر ماضي بسيط برضو، مش احنا خدنا الحكاية دي؟ وممكن بدل arrived ماضي بسيط دي اخليها had arrived ماضي تام، ماشي. انا اللي انا بقوله لك يا حبيبتي بقى النهارده ان ممكن كمان بدل ما تقولي وين نور ارايف تروح قايلاها arriving. انت مستغرباها عشان بس الدرس ده ما اتشرحلكيش قبل كده، بس ده حاجه في الجرامر انا بقولها كقاعده جرامر، ما تقوليش بقى انا مستغرباها، طالما قلتها افهميها وذاكريها. ممكن بدل ما اقول وين نور ارايف لا اقول arriving home على طول، arriving home، بس مش هقول شي بقى هقول نور لان انا ما قلتش اسمها في الاول. نور went to bed، يبقى لما وصلت البيت نور لما وصلت البيت دخلت نامت.
الجملة بتاعت وين نور arrived arrived home بتساوي arriving home. فهمتيني كده يا حبيبتي؟ ايوه هي دي بتيجي برضو مع had arrived. ما انا قلت لك بقى لو arrived ماضي بسيط ماشي، had arrived ماضي تام ماشي، مش هتفرق. ركزي معانا بقى نور كده عشان ايه الناس الجايين جداد يا اولاد في حاجات كده هيستغربوا لها لما بنيجي نشرحها، فيصبروا عليا بقى في الاخر كده يفهموا، اهم حاجه يبقوا فاهمين اللي بنشرحه، وفي الاخر لو عايزين يسالوا اي حاجه يتفضلوا. طيب اللي ممكن برضو تساوي وايل، ممكن تساوي كلمه وايل، ما انا قلت وين او افتر او as soon as او وايل. طب طب يا نور في المايك يا حبيبتي وانا بشرح. انا قفلت يا مستر، ده مش انا اللي حد بيتكلم يا جماعه بيقول حاجه. كنت بقول لك يا مستر، هو الفاعل في النص الثاني من الجمله دي لازم يكون هو هو. الله يكرمك، ودي برضو لسه هقولها انا بعد شويه، لسه هاكد عليها بعد شويه. اي حاجه فيها ببدا فيها بصيغه الاي ان جي او صيغه التصريف الثالث لازم الفاعل اللي هنا يبقى هو الفاعل اللي هنا، بس ديت انا هشرحها في الاخر، بس اصبر بس عليك. طب اما اجي اقول لك مثلا ايه، while بينما I was looking out of the window، وانا ببص من الشباك، I saw a thief، انا شفت حرامي. زميلكم كان لسه بيقول لي ايه هو الفعل اللي هنا يبقى هو الفعل اللي هنا. انا اللي ببص من الشباك وانا اللي شفت الحرامي، انا اللي ببص وانا اللي شفت. الفاعل في الجملتين واحد، طالما الفاعل في الجملتين واحد ممكن هنا استخدم صيغه الاي ان جي. يعني الجمله دي ممكن تيجي لك اختيارات كده، يقول لك نقط اوت اوف ذا ويندو اي سو اسيف، وانا ببص من الشباك شفت حرام. روح اعملها لك بقى في الاختيارات، لوكت ولا looking ولا while، looked ولا looks بس. نختار ايه يا شباب؟ يا ولاد احنا بتسكتوا مره واحده كلكم بتتكلموش ليه؟ تبقى looking. looking out of the window. طب looking out of the window بتساوي ايه؟ انا عايزكم تتكلموا عشان اتاكد ان الناس فاهمه. looking بتساوي يا مستر while I was looking. دي بتساوي دي بالملي، لما تقيسهم قصاد بعض كده بالمسطره. looking بتساوي while I was looking. زي هنا برضو كلمه arriving بتساوي when نورا arrived ولا نور arrived، لما نور وصلت. لحد دلوقتي يا ولاد الناس فاهميني؟ ها؟ تمام يا شباب؟ تمام تمام. طيب تمام. طيب بصوا بقى معايا، نركز مع بعض كده بالله عليكم عشان النهارده عندنا شغل كتير قوي وفي حاجات كتيره كده جديده في ناس اول مره هتسمعها، فايه نركز مع بعض نلحق نخلص يعني. يبقى عرفنا دلوقتي ان انا ممكن استخدم البريزنت، انا بشرح الاول في البريزنت بارتيسيبل اللي هو الفيرب اي ان جي، ممكن استخدمه كصفه، انا قلت كصفه، ممكن استخدمه كمان بدل العباره بتاعت وايل واز سون از وين وافتر والحاجات دي. طيب بستخدم الاي ان جي ايه تاني يا شباب؟ في ايه تاني؟ بستخدم الاي ان جي يا ولاد از ا سبجكت، كفاعل وبيجي بعد منه سنجولار فيرب، فعل مفرد. يبقى ممكن استخدم الاي ان جي ده كفاعل واجيب بعد منه فعل مفرد. يعني مثلا لما اجي اقول ايه، helping poor people، مساعدة الناس الفقراء، is a great work، عمل عظيم. helping poor people is a great work. في الجملة دي كانت جت جملة شبهها مرة في الامتحان، والعيال بدل ما يختاروا از راحوا مختارين ار، ولما تيجي تقول لهم انت اخترت ار ليه؟ يقول لك يا مستر ده كلمة بيبول جمع، هجيب بعدها ايه؟ يا حبيبي الجملة ملهاش دعوة ببيبول، helping poor people مساعدة الفقراء، كلمة مساعدة دي
ده اي ان جي بستخدمها كسبجكت فاعل وبيجي بعدها فعل مفرد. انا بتكلمش على الفقراء، لا، مساعده الفقراء، مساعده دي حاجه مفرد، يبقى يجيب بعدها فعل مفرد يبقى اذ. الناس كلها فاهمه يا شباب الحكايه دي يا شباب ولاد؟ ايوه. طيب بستخدم الاي ان جي في ايه تاني؟ انا عايز اركز بس على النقط اللي هي هتبقى صعبه شويه، لكن الباقي هناخده من البي دي اف. بستخدم الاي ان جي برضه يا ولاد ان كوزال سنتنسز او كوزال فريزز. كوزال فريزز دي يا ولاد العبارات السببيه. في العبارات السببيه بدلا من العباره اللي بيبقى فيها كلمه بيكاز او از او سينس. بيكاز واز وسينس دول بمعنى لان، الثلاثه معناهم لان. بشيل العباره كلها اللي فيها بيكاز او از او سينس واحط بدلها اي ان جي. طب تعال نشوف مثال عليها كده. وين ساره فيلت ال، لما ساره شعرت بالمرض حست انها عيانه، she went، لا مش وين بقى، sorry، because، هي تنفع وين برضو، because Sarah felt ill she went to the doctor، راحت للدكتور، لأنها شعرت بالمرض راحت للدكتور. أنا ممكن بدل العبارة بتاعت because Sarah felt ill دي أروح قايلها إيه؟ أروح قايل feeling ill، feeling ill Sarah went to the doctor. واحد تاني يقول لي يا مستر لا، ده الجملة دي المفروض تبقى when Sarah felt ill، لما عندما شعرت بالمرض. يا عم ولا يهمك، هي هي المعنى واحد. عايز تقول لأن سارة شعرت بالمرض راحت للدكتور، ماشي. عايز تقولها when، ما انا لسه قايل برضو ان when الجملة بتاعت when ينفع اشيلها واحط برضو ing، مش هتفرق برضو حاجة. في الحالتين كده كده اقولها feeling ill. هديكم مثال كمان. لو قلت لك مثلا because احمد scored the goal he jumped with joy، عشان جاب جول قعد يتنطط من الفرح. because احمد scored، علشان هو جاب جول، اروح قايل ايه بقى؟ scoring a goal، scoring a goal لانه جاب جول، احمد jumped with joy، قعد يتنطط من الفرح. حد فهمني يا شباب كده ولاد؟ ايوه تمام يا مستر. طيب يبقى ممكن استخدم الاي ان جي في العباره السببيه. هديكم مثال كمان، بصوا معايا كده. انا بحب اقول اكتر من مثال كده، عشان خاصه ان في ناس ايه ما كانوش معانا من الاول يعني. طيب اما اجي هديكم مثال تاني، اما اجي اقول مثلا ايه، because نور didn't understand the lesson، عشان نور ما فهمتش الدرس، she was angry. بس نور مش زعلانة ولا اوعي تكوني زعلانة يا نور. انا بهزر. انا بهزر. لا انا مية. طيب because نور didn't understand، لان نور ما فهمتش الدرس، she was angry، كانت زعلانة. طيب المرة دي يا ولاد مش هجيب اي ان جي بس، لا، الجملة حضرتك منفية، أروح قايل not understanding بدل ما أقولها understanding بس، لا، هقولها not understanding the lesson علشان هي ما فهمتش الدرس. نور was angry، نور كانت زعلانة. حد مش فاهمني يا حبايبي؟ شباب كله معايا تمام كده يا ولاد؟ تمام. طيب يبقى انا ممكن استخدم الاي ان جي في العبارات السببيه. عبارات سببيه يعني ايه يا مستر؟ العبارات اللي بتوضح السبب.
ممكن الجملة دي عشان بس ما بقاش كل مرة بكتبها because، ممكن تكون الجملة بدأت because أو as أو since، مش هتفرق أي حاجة، كده كده بعبر عن السبب، بعبر عن السبب، بدل ما أقول العبارة كاملة ممكن أقولها بالـ ing على طول. طيب ال أنا عايز أشرح بقى البي بي التصريف التالي. هي إحنا في حاجات تانية طبعًا بس هناخدها من البي دي إف زي ما قلت لكم عشان نكتب وقت يعني. أنا ممكن أستخدم الـ past participle في إيه؟ تقريبًا شبه اللي إحنا قلناه في الـ present participle. استخدامات بقى الـ past participle التصريف التالت. إحنا قلنا في نوعين من الـ participle. النوع الأول اللي هو الـ present participle شرحنا أهم النقط اللي فيه. تاني حاجة الـ past participle التصريف التالت. لا ده في حته مهمه لسه في البريزنت بارتيسيبل ما قلتهاش، حته بتيجي في الامتحانات. معلش يا اولاد في نقطه كمان في البريزنت بارتيسيبل عايز اقولها. انا بستخدم البريزنت بارتيسيبل يا اولاد برضو ان ا شورت ريلاتيف كلوز. ا شورت ريلاتيف كلوز يعني عباره وصل مختصره. بستخدمها في عباره وصل مختصره اللي هو الاي ان جي. بس ما تنساش برضو للمرة المليون ان انا بتكلم عن مبني للمعلوم، عن حاجة جملة مبنية للمعلوم. طب بصوا معايا كده، اما اجي هديك مثال، هديك جملة اما اجي اقول لك مثلا ايه يا ولاد. كان في جملة واحنا بنشرح في يونت 11 درس الريلاتيف كلوزز، كانت بتقول ايه؟ The boy نقط to Angela. الولد اللي بيتكلم مع أنجلا is her brother، أخوها. The boy talks ولا talking ولا who talk؟ نختار يا شباب. talking the boy talking، الولد اللي بيتكلم مع انجلا. The boy talking to Angela، الولد اللي بيتكلم مع انجلا is her brother، اخوها. حد هيقول لي طب يا مستر ما تمشيش معاك talks، ما كلمه the boy دي مفرد. تصدق تنفع the boy talks to Angela. طب بقيه الجمله هعمل فيها ايه؟ الولد انا ممكن اقولها لحد هنا The boy talks to Angela، دي جملة مظبوطة تمام. طب بقية الجملة هوديها فين؟ مش هتنفع، لأن طالما في فعلين في جملة واحدة، الجملة دي فيها فعل إذ وفعل تاني اللي هو توك. طالما في فعلين يبقى لازم ضمير وصل، وعشان أجيب ضمير وصل يبقى أنا أقولها The boy who is talking، الولد اللي بيتكلم مع أنجلا. أنا هنا ممكن احذف هو واحذف از واسيب الفيرب مضاف له اي ان جي تبقى توكينج. توكينج ده دي تبع ايه يا مستر؟ تبع درس البريزنت بارتيسيبل. طب احنا خدناها في درس الريلاتيف كلوز من ضمن حالات حذف ضمائر الوصل، هي احنا شرحناها في حالات حذف ضمائر الوصل وبنشرحها دلوقتي تاني في درس البريزنت بارتيسيبل. هديك مثال تاني. اما اجي اقول لك ذا هورس الحصان dots the race، دي جملة برضو حلناها قبل كده. الحصان اللي كسب السباق belongs to my uncle، بتاع عمي. The horse win ولا won ولا which win ولا winning؟ نختار يا شباب. Winning. winning winning the race the horse winning. وانا بطلعها من بقي كلمه winning ابقى فاهم، ما بقاش بقول وخلاص كده، لا ابقى فاهم ان انا بقول which one، الحصان اللي فاز. The horse which won the race، الحصان اللي فاز بالسباق belongs to my uncle. بدل ما اقولها which one رحت قايلها winning، دي صح ودي صح. بس هو في الكام سنه اللي فاتت دي بيجيبها لكش ويتش وان في الامتحانات، لا دايما كده بيروح جايب لك صيغه الاي ان جي يشوفك فاهم الدرس ده ولا لا.
يبقى اقولها the horse winning. مثال تالت لما اجي اقول ايه the man الراجل نقط the newspaper الراجل اللي بيقرأ الجرنان is my dad باباي. The man reads reading who reads يعني لا بلاش reads who read هنختار ايه يا شباب بقى reading فيرب مضاف له ing بقولها وانا فاهم يعني انا مش بغبغان بردد وخلاص لا ده انا بقولها reading وانا عارف ان هي who is reading انت بتقول لي يا مستر الراجل اللي بيقرا الجورنال ده بابايا who is reading who is reading هنشيل who ونشيل is ونسيب الفيرب مضاف له ing تبقى reading طب لنفرض ان هي ما فيهاش ing زي الجمله بتاعت which one خلاص يا عم رجعها انت للمصدر وحط لها الاي ان جي تبقى ويننج وخلاص الناس كلها فهمتني يا اولاد كده تمام يا مستر تمام يا مستر انا بوضح كل حاجه بالراحه طيب تعالوا بقى نشرح موضوع الباست بارتيسيبل انا كنت بس كنت نسيت النقطه دي كان لازم نشرحها تعالوا كويس تعال نشوف بقى يا اولاد مع بعض كده استخدامات الباست بارتيسيبل التصريف التالت انا بستخدم الباست بارتيسيبل انا ممكن خد بالك دي دروس انا بشرح لك فيها ازاي استخدم الاي ان جي لوحدها ازاي ابدا بيها الجمله او اجيبها لوحدها في الجمله من غير ما يكون قبلها از ولا ار ولا ووز ولا وير ولا الحاجات دي وازاي برضو استخدم التصريف الثالث لوحده من غير قبل منها ووز ولا وير وازاي ابدا بها الجمله هي في جمله تبدا بتصريف ثالث يا مستر هنقولها دلوقتي انا ممكن استخدم الباست بارتيسيبل في ايه يا شباب اول حاجه طالما شرحنا الاي ان جي في الريلاتيف كلوز في العبارات السببيه نفس الحكايه الاي دي انا ممكن استخدم يا اولاد الباست بارتيسيبل التصريف الثالث ده برضو ان ا شورت ريلاتيف كلوز in a short relative clause يعني في عبارة وصل مختصرة يعني عبارة فيها ضمير وصل برضو في عبارة وصل مختصرة بس معلش بعد اذنك ما تنساش ان احنا بنتكلم على مبني للمجهول واحنا بنشرح الـ ING لسه من دقيقة واحدة قلت لك ما تنساش ان احنا بنشرح في المبني للمعلوم المرة دي ما تنساش ان احنا بنتكلم على جملة مبنية للمجهول بستخدمها in a short relative clause برضو في عبارة وصل مختصر ازاي بصوا معايا كده اما كان في جملة جاية في الامتحان في مرة بتقول يا ولاد gold not in the robbery was never recovered الذهب اللي اتسرق في حادث السطو لم يسترد يعني ما رجعش لحد دلوقتي. Gold stealing ولا stolen ولا which stole ولا steals ها نختار ايه يا ولاد؟ stolen ايه؟ stolen ده صيغة past participle تصريف تالت. جولد ستولن الذهب الذي سرق بتساوي ايه ستولن دي ده احنا ناس شطار وعارفين انها بتساوي which was stolen الذهب الذي سرق هنشطب مع بعض which ونشطب was ونسيب التصريف الثالث بس تبقى stolen جولد ستولن يعني الذهب اللي اتسرق which was stolen دي اخليها stolen بس على طول مثال كمان اما اجي اقول the mobile
الموبايل not in the street belongs to my sister. الموبايل اللي اتلقى في الشارع بتاع اختي. found ولا which found ولا finding؟ ها نختار ايه يا شباب؟ found. found. واقولها وانا فاهم برضو ان found دي بتساوي which was found او that was found. الموبايل اللي اتلقى في الشارع وجد، دي جملة مبنية للمجهول زي which was stolen الذي سرق. سرق دي مبني للمجهول، يبقى نشطب which ونشطب was ونسيب found بس. الموبايل اللي اتلقى في الشارع دي جملة مبنية للمجهول. فهمنا الحتة دي يا شباب الأول؟ ولاد تمام يا مستر. أيوه يا تمام يا مستر. تعالوا بقى نشوف تاني استخدام لموضوع الباست بارتيسيبل، التصريف التالي. وما تنسوش زي ما قلت لكم ان احنا بنتكلم على جمله مبنيه للمجهول. انا ممكن استخدم الباست بارتيسيبل برضو يا اولاد. instead of، بدلا من if conditionals، او instead of if، بدل من العبارة بتاعت if، لما يكون بعديها passive مبني للمجهول. تعال نشوف مثال على الحكاية دي كده. في الـ مع if يا ولاد انت ممكن تجيب حاجتين على فكرة. ممكن تجيب تصريف تالت بس، او بس بالله عليكم تركز قوي كده عشان الحتة دي مش سهلة، او اجيب if زائد التصريف التالت. يبقى هوضحها لك ايه. if زائد جملة مبنية للمجهول، ودي قاعدة كده حطها في عينيك كده، صورها كده بمخك كده وافهمها كويس، بتساوي تصريف تالت بس او اف زائد تصريف تالت. لكن unless اللي هي اذا لم زائد مبني زائد جملة مبنية للمجهول، دي بتساوي unless زائد تصريف تالت. ما ينفعش تجيب تصريف تالت بس. يعني ايه؟ احنا مش فاهمين حاجة. بص يا باشا كده معايا، اما اجي اقول ايه، if this jacket، لو الجاكيت ده is washed، يتغسل with hot water، بمية دافية، it will، او خلاها it won't بقى، it won't shrink، مش هيكش، ينكمش. لو الجاكيت ده يتغسل بميه دافيه مش هيكش. انتوا واخدين بالكوا ان if جاي بعديها is washed، دي جمله مبنيه للمجهول، وفي الاخر won't النفي بتاع will، دي الحاله الاولى من if. if بيجي بعدها مضارع بسيط، وفي الاخر will زائد المصدر، دي الحاله الاولى من if انتوا واخدينها. بس المرة دي أنا جايبها لك في المبني للمجهول. is washed دي مبنية للمجهول، وفي الآخر won't دي النفي بتاع will وخلاص. طيب أنا ممكن الجملة دي يعملها لي اختيارات إزاي؟ يروح قايل لي not with hot water this jacket، الجاكيت ده won't shrink، مش هينكمش، مش هيكش. يروح عامل لي بقى في الاختيارات washed ولا if washed ولا washing ولا A and B. ها نختار ايه يا شباب؟ A and B. and B. نسمع بقية الناس كده. انتوا نمتوا ولا سبتوني ورحتوا نمتوا ولا ايه؟ شباب معايا؟ A and B. يبقى نختار ايه يا اولاد بقى؟ A and B. لا انا لسه قايل حالا if زائد جملة مبنية للمجهول، ادي if وبعدها is washed. if this jacket is washed، لو الجاكيت ده يتغسل
الجاكيت ما بيغسلش يعني، اكيد الجاكيت بيتغسل، يعني الجمله مبنيه للمجهول. وفي الاخر وونت النفي بتاع ويل. اما اجي قلت لك اف زائد مبني مجهول ممكن ينفع احط بدلها تصريف ثالث بس تبقى ووشت، يبقى الجمله يعني الجمله يا مستر هتبدا بتصريف ثالث كده على طول، تبدا بوشت، او اف زائد تصريف ثالث تبقى اف ووشت، يبقى ايه وبي الاثنين صح. ها الناس كلها معايا يا شباب ولا ايه؟ فاهميني يا اولاد؟ ايوه تمام يا مستر. طيب بالنسبه بقى للانليس، عايزين ناخد مثال برضو على انليس. انا قلت انليس ما ينفعش انها تساوي تصريف ثالث بس، لازم اف لازم انليس قصدي زائد تصريف ثالث. يعني بصوا معايا كده في الجمله دي، اما اجي اقول انليس this medicine is taken، الدواء ده اذا لم يؤخذ regularly بانتظام it won't be effective او it won't be useful، مش هيبقى مفيد ملوش لازمة. الاول كده عايز اكد على معلومة تاني، اولا الجملة حضرتك مبنية للمجهول، is taken دي مبنية للمجهول. حضرتك يا فندم برضو الفاعل هنا هو الفاعل هنا اللي زميلكو قال لي عليها في الاول، هنا الدواء وهنا ات عايدة على الدواء، لازم الفاعل في الجملة الاولى هو الفاعل في الجملة التانية. انا قلت لك اي حاجة هشرحها في الدرس ده طالما بقول لك استخدم الباست بارتيسيبل او استخدم البريزنت بارتيسيبل يبقى الفاعل ده هو ده. Unless this medicine is taken، unless يعني اذا لم يؤخذ الدواء بانتظام مش هيبقى مفيد. اما اجي ممكن يجيبها لك اختيارات، يقول لك not regularly this medicine won't be useful. اروح اعمل لك بقى الاختيارات، taken ولا unless taken ولا taking ولا A and B. Unless taken بس. أصل الجملة معناها unless taken regularly، إذا لم يؤخذ بانتظام this medicine won't be useful، الدواء ده مش هيبقى مفيد. انتوا فاهمين يا شباب كده؟ الناس كلها فاهماني تمام؟ تمام يا مستر. تمام يا مستر. طيب يبقى ده استخدام جديد للباست بارتيسيبل، بستخدم ممكن ابدا جمله بالتصريف الثالث بس على طول، او ممكن اجيب اف زائد التصريف الثالث لو كانت الجمله اصلا الاصليه فيها اف ومبني للمجهول، وممكن اجيب انليس زائد التصريف الثالث لو الجمله اصلا فيها انليس ومبني للمجهول. طيب انا ممكن استخدم الباست بارتيسيبل في ايه تاني؟ مع الجمله يا اولاد برضو، مع الروابط ممكن استخدمها with connectors. ايه السبوره؟ معلش تمام، with connectors او with linkers، مع الروابط اللي هي زي يا اولاد اف، احنا قلنا اف وانليس. although once وانتل، مع الروابط although once وانتل، بمعنى although طبعا معناها بالرغم من، once بمجرد ان، وانتل يعني حتى. يعني بص معايا برضو ما ننساش الكلام ده امتى؟ لو بعديهم مبني للمجهول، لو جاي بعديهم جملة مبنية للمجهول. بصوا معايا كده يا اولاد تمام. طب ستة طب هات شكرا. اما اجي هديك مثال كده على الحكايه دي، بص معايا، اما اجي اقول although حول
The car was damaged. بالرغم ان العربية كانت متحطمة. It ran fast. جريت بسرعة. بقت تجري بسرعة. Although the car was damaged. بالرغم ان العربية كانت متدمرة. It ran fast. جريت بسرعة. انا ممكن اعملها لك اختيارات. اقول لك although not the car ran fast. العربية جريت بسرعة. Although ايه بقى؟ damaging ولا damaged ولا it was damaging بالاي ان جي؟ ها نختار يا شباب بقى. damaged بس. يبقى انا نفهم من كده ايه يا اولاد بقى؟ ان although القاعده بتاعتي بكتبها لك اهي. although او once او until لو بعديهم جمله مبنيه للمجهول ممكن احط بدلهم although او once او until زائد تصريف ثالث على طول زي ما قلتها في الجمله دي. Although the car was damaged. بالرغم ان العربية كانت متدمرة. دي جملة مبنية للمجهول. ممكن اروح حاطط although زائد التصريف التالت على طول. يبقى although damaged. ها. تمام يا شباب الناس كلها فاهماني؟ تمام تمام. هديكم مثال تاني. بصوا معايا. اما اجي اقول لك I won't drive the car. انا مش هسوق العربية. Until it is repaired لحد ما تتصلح. Well لحد ما تتصلح كويس. بصوا كده على كلمة until جاي بعديها it is repaired well. It و is والتصريف الثالث يعني الجملة دي مبنية للمجهول. ممكن أقولها بالشكل ده. ممكن أقول I won't drive the car. أنا مش هسوق العربية. until repaired حتى تصلح. until repaired well لحد ما تصلح كويس. الناس كلها فهمت شبه احنا بنقول ايه كده ولاد؟ تمام يا مستر. ايوه يا مستر. ايوه اتفضل. ينفع اقول بدل until repaired well until being repaired؟ تنفع برضو. being repaired well ما هي being دي مبني للمجهول برضو. until being repaired تنفع والله. until being repaired well. بس خد بالك being repaired well دي لو الجملة اصلا كانت ماضي مستمر يعني هي هنا مش هتساوي دي قوي لان الجملة being repaired دي اصلها it was being repaired اصلها ماضي مستمر والجملة دي مضارع فهي تنفع بس لو الجملة اصلا في الماضي المستمر مش في المضارع زي ما انا كاتبها كده فاهمني؟ تمام ماشي. يعني هي تنفع بس مش في هنا مش على حسب الزمن بقى يعني. يا مستر ده صبحي. ايوه يا فاهم اتفضل. هو انا لازم ابقي على once وانتل في الجملة يعني مثلا once زائد past participle هل ممكن ان انا احذف once وانتل؟ لا طبعا لا ما بنحذفش once وانتل. انا اصل الجمله لو انت حذفت منها once وانتل الجمله معناها هيبوظ. اصل once وانتل دي اساسيه غير after when while as soon as دي انت لو شلتها من الجمله عادي لكن once وانتل في الجمله المبنيه للمجهول لو شلتها معنى الجمله هيبوظ. طب مش once هي كانها زي after لكن انظر لو انا حشت المعنى يبوظ ماشي انا معاك لكن once وانتل ليه يبوظ؟ once برضو. طب until هتقولها ازاي؟ هو until I want اديني فرصه اتكلم. طيب يا فاهم ها؟ انا اسف I want. بص يا فاهم كده I won't enter the flat. انا مش هدخل الشقه
until it is cleaned. الا لما تتنضف. مش هخش الشقه لحد ما تتنضف. I won't enter the flat until it is cleaned. اقولها until cleaned. تمام كده؟ طب شيل until كمان كده. I won't enter the flat cleaned. لا. باظت الجمل. طيب خلاص يا فاهم فهمتيني كده؟ وانس برضو كده؟ وانس نفس الفكرة. اصل دي قاعدة يا فاهم لازم نلتزم بيها. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض دلوقتي حاجة تانية في نفس الدرس ده. انا ممكن استخدم برضو يا ولاد having والبيبي. على فكرة يعني الكتب من الدرس اللي انا شرحته ده ما بتجيبش غير having بس. لكن بقيت الدرس كله الكتب مش ذاكراها. بس انا يعني بحمد الله بفضل ربنا انا شرح لكم الدرس ده دي تالت مرة اشرحه. بنجيب having والبيبي. بس خد بالك having والبيبي دي بجيبها واجيب في الاخر past simple ماضي بسيط. دي بتبقى جاية بدل الجملة بدل after او as soon as او when. after و as soon as او when لما يكون جاي بعديهم ماضي بسيط او ماضي تام. وفي الاخر طبعا كده كده بيجي ماضي بسيط. having بتساويهم. بس ما ننساش ان having دي تبع الدرس اصلا بتاع النهاردة. مش المفروض ما تشرحش مع الماضي التام. بتشرح في سياقها. دي ing. دي تبع درس البريزنت بارتيسيبل الفعل. دي تبع ing درس البريزنت بارتيسيبل. بجيب having والبيبي ما ننساش ان الكلام ده مبني للمعلوم. وبجيب كمان نفس الفكرة برضو ولاد after و as soon as when والحاجات دي بتساوي having been. والبيبي وفي الاخر برضو ماضي بسيط. لو الجملة باسيف مبنية للمجهول يبقى انا بجيب having والتصريف التالت في جملة مبنية للمعلوم واجيب having بين والتصريف التالت في جملة مبنية للمجهول. هديك مثال. اما اجي اقول لك مثلا ايه not homework عمر went to bed. بص معايا في الاختيارات دي كده. doing having done having been done ولا A و B الاتنين صح؟ having done. طب ما تم اللي جاب ايه يا ولاد؟ طب نسمع بقيه الناس. طيب having done. having done. طب يعني كلكم صممين على having done يعني يغمى عليا انا ولا اجرى لي ايه دلوقتي؟ having been done. A و B. انتوا كلتوا باميه ولا حاجه ولا مالكوا في ايه؟ احنا مش لسه شارحين من شوية؟ قلنا doing ing دي بتساوي after او as soon as او when. مش قلنا بتساويها؟ doing ده verb مضاف له ing. يعني الجملة دي بتساوي after he had done بعد ما عمل الواجب. after عمر هي خلاها هي مش مشكلة عادي. after he had done homework عمر went to bed بعد ما عمل الواجب نام. طب ما هي الجمله دي حضرتك بتاعت after احنا لسه شارحينها. قلنا بستخدم لسه شارحين من شويه قلنا بنستخدم ال ing بدلا من العباره بتاعت after او when او as soon as. يعني doing تنفع. لسه كاتبين من شويه finishing. finishing او كنت كاتب لكم بان الجمله بتاعت finishing او كلمه الجمله بتاعت founding. اول جمله شرحتها النهارده founding his own company لما اسس شركته he took on many workers وظف عمال كتير. قلنا ساعتها founding اصلها after he founded when he founded
as soon as he found it. كده كده جاي بعدها ماضي بسيط او ماضي تام مش هتفرق. طب ما هي doing زيهم اهي، بتقولوا having done بس ليه؟ طب يبقى الاثنين ينفعوا. طالما الجمله مبنيه للمعلوم ممكن اجيب صيغه الاي ان جي بس او اقولها having done، يبقى ايه وبي الاثنين ينفعوا. وبتساوي كمان، وممكن كمان اقولها after doing، ممكن اشيل الفاعل واحط اي ان جي after doing homework، او ممكن اقولها when he did، ممكن اخليها when he had done لما عمل الواجب، as soon as he did، as soon as he had done، هي كده كده في الاخر انا ممكن اخليها ing بس تبقى doing او having done. الناس اللي بتقول having وما قالتش ing انتوا هتجننوني، انتوا فاهمين يا ولاد ولا ايه؟ ولا انتوا عايزين تناموا شويه شباب؟ مستر هي having been done دي للمجهول مش للمعلوم. ماشي معلوم. جايب عمر. ايه؟ وهنا جايب عمر فهو معلوم. طب ما انا ما قلتش having been done صح؟ انا قلت having been صح؟ انا بقول لك doing having done. انا ما قلتش having been، انا جبت سيرة having been. سوري فكرتك بتقول having been. يا جدعان انا قلت having been. خلاص اسف. انا قلت A وB. A وB. doing وhaving done. كنت هتشل لما لقيت العيال بتقول having done وما قالتش doing، وانا لسه شرحها من شويه، بس دي اللي حصل. انتوا فاهمين يا اولاد كده؟ طيب بصوا معايا يا اولاد. تمام يا مستر. اما اجي اقول ايه؟ نقط باي ذا سكرتيري، سكرتيري سكرتيره، the email، الايميل was sent، الايميل ارسل to the manager، ارسل للمدير. typing ولا having typed ولا having been typed ولا typed. نختار يا ولاد. having been typed. having been typed. having typed دي يعني يكتب على الكمبيوتر. having been typed by the secretary، لما اتكتب بواسطة السكرتيرة. شوف المبنية المجهول واضحة ازاي، جملة واضحة قوي. الايميل اتبعت للمدير. having been typed، having been typed بتساوي ايه؟ لو انت دماغك شغالة والله العظيم الدنيا هتبقى سهلة قوي. انا قلت having فوق بتساوي after as soon as في جملة مبنية للمعلوم، having been في جملة مبنية للمجهول. يبقى انت على طول تروح قايل لي يا مستر يبقى انت كده قصدك ان having been typed دي بتساوي after it was typed. طب يا مستر انا عايز اجيب ماضي تام معلش ما تزعلش نفسك. after it had been typed. طب يا مستر انا عايز اخليها when عادي، when it was typed، when it had been typed، ولا هتفرق حاجه. كده كده الجمله مبنيه للمجهول. was typed مبنيه للمجهول، had been typed برضو مبنيه للمجهول، جايه بعد after او when جمله مبنيه للمجهول، يبقى انا ممكن اخليها having been. انا كلامي مفهوم كده يا شباب؟ يا مستر. ينفع طيب ينفع احط طيب ده بس؟ ايه دي؟ طيب ده بس لا، طيب ده بس لا، اصل انا ما قلتش ان طيب ده بس كتصريف ثالث تساوي having. ودي بقى حته عايز اوضحها في لسه دلوقتي كنت هعمل لكم سؤال ذكي قوي. بص بقى السؤال اللي جاي ده كده اما اشوفكم كده فهمتوا الدنيا ولا لسه برضو. شوف بقى كده عشان ايه نرد على السؤال بتاع زميلكم ده، انا كده كنت هعملها لكم في سؤال ذكي كده اشوفكم هتقولوا فيه ايه. اما اجي اقول يا ولاد ايه؟ نقط
with soapy water the car العربية will ده ايه؟ لو بصيت عليها بعين واحد بيفهم هتفهم قصدي ايه. will look nice العربية هيبقى شكلها حلو. washing ولا having been washed ولا washed ولا نختار B و C؟ B و C. اسم الله عليكم. اسم الله. اسم الله. اسم الله. ها هنختار ايه يا ولاد؟ ها؟ Only C يا مستر. Washing. اللي بيقول washing هي الجملة دي مبنية المعلوم هي العربية بتغسل يعني العربية بتغسلنا مثلا العربية بتغسل ولا بتتغسل؟ يبقى يعني ألف به عقل إن الجملة دي مبنية للمجهول لأن العربية ما بتغسلش. يبقى أنا كده كده washing دي مش هفكر فيها. عندي having been washed. washed الإجابة الصح washed بس ليه؟ الجملة حضرتك فيها having been أنا قلت إنها بتساوي after لما أو when أو as soon as لما يكون بعديها ماضي بسيط أو ماضي تام صح كده؟ مش إحنا قلنا الكلام ده؟ طب after لا الحاجات دي لما بيجي بعدها ماضي مش في الآخر برضو بيبقى فيه ماضي بسيط؟ صح ولا لا؟ مش إحنا قلنا الكلام ده؟ طيب ما الجملة ما فيش في الآخر ماضي ده فيه في الآخر will وأنا خدت لك خطين تحت will عايز أقول لك إن الجملة دي مش هينفع فيها having been. أنا لما علمت لك على will عايز أقول لك انتبه إن having been الجملة بتاعتها بيبقى في آخرها ماضي. هي أي نعم بتيجي في المبني المجهول بس الجملة في آخرها ماضي ودي will يا بيه. يبقى الجملة أصلها washed بتساوي هنا إيه بقى؟ if. دي if في الحالة الأولى مضارع بسيط مبني المجهول وفي الاخر ويلز المصدر. يبقى if the car is washed بلاش the car خلاها it عشان بس ما تقولش المستر كتب the car مرتين خلاها it يعني. if it is washed لو تتغسل بميه بصابون العربيه هيبقى كذا كذا هيبقى شكلها حلو. الناس فاهمه الحته دي يا شباب ولا لسه؟ تمام يا مستر. يبقى انا تاني عايز أكد على الحتة دي تاني. أنا بستخدم صيغة التصريف التالت الباست بارتيسيبل اللي هي كلمة زي washed بس لو الجملة أصلها if أو unless أو once أو until أو although. أستخدم having been لو الجملة أساسها ماضي. الجملة أنا معلم لك على will. إيه اللي هيجيب will مع الماضي؟ ما ربنا خليق لي عقل. إيه اللي هيجيب will مع جملة أصلا هناك في الجملة التانية بتبقى في الماضي؟ إيه اللي جاب الشرق للغرب يعني؟ دي سكة ودي سكة تانية. الناس فاهمين يا شباب؟ كله فهمنا ده احنا قلنا إيه دلوقتي؟ تمام تمام يا مستر. تعالوا بقى نراجع الدرس تاني كده بشكل سريع من خلال البي دي إف لأن في نقط أنا قلت مش هقولها هنا على السبورة هناخدها من البي دي إف على طول حاجات هتبقى سهلة. ونأكد المعلومات اللي احنا قلناها تاني برضو كده عشان التكرار بيعلم الشطار. بص دلوقتي معايا كده الدرس البريزنت بارتيسيبل احنا قلنا اول استخدام للبريزنت بارتيسيبل ادي الاي ان جي انفورمينج بروجريسيف تنس. دي حاجات سهله بقى هبله كده ملهاش لازمه في تكوين الازمنه المستمره. المضارع المستمر بيتكون من اما واذا وار والفيرب مضاف له اي ان جي. ذا تشيلدرن ار واتشينج. شوف الاي ان جي بتيجي في حاجات كتير قوي ازاي. المضارع المستمر ما الاي ان جي دي تعتبر بريزنت بارتيسيبل. وي وير eating lunch بستخدمها كمان as a noun كاسم زي ما اقول I hate cooking انا بكره الطبخ. shopping can be fun بستخدمها كصفة ودي شرحتها برضو زي ما قلت frightening boy frightening animal sorry حيوان مخيف. we were happy to see their smiling faces كنا سعداء لما شفنا وجوههم المبتسمة. كلمة مبتسمة دي صفة. The main problem today is rising prices. المشكلة الأيام دي الأسعار المرتفعة.
كلمه رايزنج دي صفه. بستخدم الاي ان جي بعد حروف الجر، كل حروف الجر بيجي بعدها اي ان جي ما عدا تو بيجي بعدها المصدر، واوقات تو بيجي بعدها اي ان جي، بس الكلام ده انتوا خدتوه في الوحده الخامسه هنبقى نراجعه براحتنا. لكن كده كده اصلا المفروض اي حرف جر بيجي بعد منه اي ان جي. بستخدمها برضو as a subject كفاعل وبعدها verb I مفرد، زي ما بقول reading books is very useful. بستخدمها بعد عدة افعال، ودي برضو خدتوها في الوحدة الخامسة، الافعال اللي بيجي بعد ING. انا قلت لكم الدرس ده هيراجع لكم حاجات كتير قوي، enjoy و imagine و deny و admit و practice، دي افعال حضرتك واخدها من الوحدة من الترم الاولاني اللي بيجي بعدها فعل مضاف له ING. We enjoy learning English. He admitted stealing the money. بستخدم الـ ING برضو in a short relative clause، في عبارة وصل مختصرة، زي ما اجي اقول ايه who's that man standing over there، مين الراجل اللي واقف هناك. كلمة standing دي اصلها who is standing. كمان بستخدم الـ ING بعد الفعل need، يحتاج، وبتدي معنى مبني للمجهول، زي ما اجي اقول this room needs cleaning، الاوضه دي محتاجه التنظيف، او ممكن اقولها this room needs to be cleaned. بس اللي يهمني النهارده ان انا ابقى عارف ان الفيرب نيد ينفع يجي بعد منه اي ان جي، بس الجمله معناها مبني للمجهول. كمان بعد الصفه busy مشغول بجيب اي ان جي، he was busy doing his homework، كان مشغول بيعمل الواجب. كمان بستخدمها في الكومباوند ادجكتيفز، والكلام ده انا شرحته في الوحده 11، في تكوين الصفات المركبه برضو بستخدم الاي ان جي، زي ما اجي اقول خليك في الجمله الثانيه the ever increasing population، عدد السكان المستمر في الزياده، ever increasing يعني مش مبطل زياده، ever increasing على بعضها دي كده صفه مركبه. fast growing، fast the fast growing popularity، fast growing popularity of عمرو دياب، شعبيه عمرو دياب اللي مش مبطله عماله تزيد، fast growing سريعه النمو، fast growing على بعضها صفه مركبه، يبقى انا استخدمت الاي ان جي في تكوين الصفات المركبه. كمان in adding information بستخدم الاي ان جي اما اجي اضيف معلومه، ودي موجودة عندك في الوحدة التانية في كتاب المدرسة كتير قوي، اقرأ كده درس الريدنج بتاع كتاب المدرسة في الوحدة التانية اللي هو Women Who Inspire، الستات اللي هي هيلانا سيدروس والبنت اسمها ميار الشريف، مش عارف ولا ايه الحاجات اللي عندك في الكتاب دي، هتلاقي كتير قوي الاي ان جي دي جاية منها بدل اند، زي ما اجي اقول جانيت سات اون ذا بيتش، جلست على البلاج اند لوكت ات ذا سي، ونظرت للبحر، ممكن اقولها لوكينج ات ذا سي على طول. انا قلت كمان بستخدمها بدل الروابط after when while و as soon as، زي ما اقول after she cleaned the house، بعد ما نظفت البيت she saw a film، شافت الفيلم، ممكن اقولها cleaning على طول. ولسه قلت الجملة ساعة ما قلت لما نور وصلت البيت عملت كذا، او بعد ما وصلت البيت عملت كذا، هي دي as soon as she saw the robbers، اول ما شافت الحرامية she called the police، يبقى اقولها seeing، ومحدش يقول لي ايه يا مستر لا ده سي من افعال الحاله انت بتحط له اي ان جي يا مستر. هقول انا امتى اقول على إن يعني امتى تقول لي يا مستر انت كده غلط، لو انا قلتها از سينج او ووز سينج، لكن سينج بس من غير از او ار ولا ووز ولا وير، دي حاجه اسمها بارتيسيبل، بريزنت بارتيسيبل، صح ما فيهاش حاجه غلط. كمان بجيبها بعد الروابط after when و before و since، لا مع في حالة حذف الفاعل، ودي حاجة انتوا عارفينها، after she cooked ممكن اقولها after cooking على طول، while I was playing ممكن اقولها while playing، بس بشرط الشرط اللي زميلكوا قالوا في الاول ان لازم الفاعل اللي هنا هو يبقى الفاعل اللي هنا. في العبارات السببية بدل because و as و since، because او as او since I didn't understand Tom's question، عشان انا ما فهمتش السؤال بتاع توم، I was unable to give، ما كنتش عارف ارد عليه، يبقى اقولها not understanding، انا ممكن انفي ال ing بنفيها بنوت. في استخدامات تانية لل ing يا ولاد، بستخدمها في عبارات تدل على نتيجة غير مقصودة،
يعني ايه؟ يعني بص كده معايا، I stayed at work rather late، انا اتاخرت في الشغل، so I missed my last train، فاتني اخر قطر، انا ما كانش قصدي ان القطر يفوتني، يبقى انا ممكن اقولها missing. هقول لك على 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 جمله ثانيه كده، he locked the door، هو قفل الباب، so he trapped the cat، حبس القطه، ما كانش يقصد يحبسها، يبقى دي نتيجه غير مقصوده، ممكن اقولها trapping على طول. كمان الافعال catch وfind waste وspend برضو ممكن يجي بعديهم ing. بقرأ انتوا الامثله دي بقى سهل. الing يا اولاد ممكن اعمل لها ملكيه، هو الing يا مستر يتعمل لها ملكيه؟ ممكن احط قبلها ابوستروف اس، وممكن اجيب قبلها ماي. يعني منى's getting the gold medal، حصول منى على على الميداليه الذهبيه، pleased all her family، اسعد اسرتها. do you mind my going، عندك مانع في خروجي، ان انا اخرج من البيت، my going. اما اجي اقول مثلا my winning، فوزي، my winning the cup، فوزي بالكاس، pleased my family، اسعد اسرتي، my winning. يعني الاي ان جي دي بتعمل لها ملكيه؟ بيتعمل لها ملكيه. كمان بعد الافعال سي واتش وهير ونوتس، ممكن اجيب اي ان جي، وده بيدل على جزء من الحدث، لكن لو جبت بعد سي واتش وهير ونوتس الفعل في المصدر، يبقى ده بيدل على الحدث كله. يعني اما اجي اقول وي سو زيم بلاينج تنس، يبقى احنا شفنا بارت اوف ذا جيم، جزء من الماتش، لكن لو قلت اي سو زيم بلاي تنس، يبقى احنا شفنا الماتش كله، اول ذا جيم. تاني عيدها تاني، الافعال سي وهير واتش ونوتس، لو قلت مثلا اي واتشد منى، انا شفت منى بتعمل ايه مثلا، او اي هيرد منى سينجينج، انا سمعت منى وهي بتغني، لقط حته كده من الاغنيه، اي هيرد منى سينج، فعل في المصدر، قعدت سمعت الاغنيه من اولها لاخرها. لكن الافعال سي واتش وهير ونوتس دي لو جه قبلها كان او كود، ما ينفعش يجي معاها غير اي ان جي بس، احنا قلنا ممكن ننفيها. بالنسبه بقى لاستخدامات البي بي التصريف الثالث، خد بالك الاي ان جي طويله ازاي، حوالي 20 استخدام شرحناهم دلوقتي. بستخدم التصريف الثالث في المضارع التام، هاف او هاز التصريف الثالث، او الماضي التام هاز التصريف الثالث، بستخدمه مع حذف ضمائر الوصل، زي ما قلت ذا دوج ذات واز هيت، الكلب اللي اتخبط، by the car that was hit، قلناها hit بس، فاكر الجملة بتاعت الذهب اللي اتسرق، gold stolen، الذهب الذي سرق، which was stolen، يبقى which was stolen انا خليتها لك stolen، نفس الجملة مكتوبة قدامك اهي، the dog الكلب which was hit او that was hit، اقولها hit بس. في الجمل الشرطية برضو ممكن استخدم التصريف الثالث، بس الجملة تبقى مبنية للمجهول، بعد if مع if و unless، شوف الجملة اللي تحت كده، if this coat looked up is looked after carefully، لو البلطو ده يعتنى بيه كويس، ممكن اقولها looked after على طول. unless this substance is heated، لو العنصر ده ما تسخنش، اقولها unless heated على طول. كمان مع although once وuntil، اذا كانت الجمله اصلا مبنيه للمجهول، لو الجمله مبنيه للمجهول ممكن اجيب تصريف تالت. الحاجات دي شرحناها بقى، مش عايز اضيع وقت، وهافينج والحاجات دي كلها شرحناها. تعالوا نحل مع بعض كده، بس الاسئله اللي في الاول دي اسئله فاكشوال، يعني مش للفهم، عشان تفهموا الدرس اكتر، فانا هحل جزء منها ونبدا نحل في الاسئله الثانيه. نبدا كده بالدور، مين اللي كان عليه الدور يا شباب؟ احنا دور ايه ده، احنا لسه ما بدأناش صحيح. يلا عبد الرحمن امسك الهوست كده وادعي الاسماء. انا ايوه يا عبد الرحمن. انا اول اسم. يلا يا عبد الرحمن ابدا. in which of the following sentence، في انهي جمله من دول is a participle، انهي جمله من دول فيها participle سواء ing او ed، used to form the present continuous، بكون بيه المضارع المستمر، انهي جمله من دول يعني في المضارع المستمر؟ رحمن لا تعمل تبقى اراه بي
ايه؟ بي بي تمام. هي از ستادينج، مضارع مستمر بيتكون من ام ويز وار فعل مضاف له اي ان جي. طيب سيبكم بقى من الاسئله دي، خلينا نخش في الجد على طول كده. دي الاسئله اللي ممكن تجي لكم في الامتحان بقى. يلا عبد الرحمن كده، تو وين ولا هافينج وان ولا هافينج بين وان ولا وان ذا ماتش سوزان جامبت فور جوي؟ هافينج وان. هافينج وان تمام. كل واحد خمس اسئله يا شباب. هاد وركد ولا هافينج وركد ولا وركد ولا هافينج بين وركد اول داي وي وير كوايت اكزوستد ان ذا ايفنينج؟ هافينج وركد. هافينج وركد تمام. Not the car the police officer wanted to see the documents. لما وقف العربية، الضابط لما وقف العربية كان عايز يشوف المستندات. Having stopped. Having stopped تمام. انت ايه اللي مقلقك عبد الرحمن؟ في حاجة؟ لا. طيب not by the secretary. باي، خد بالك في باي، باي ذا سكرتيري، ذا ليتر ووز سايند باي ذا بوس. أول واحدة. تمام، هافينج بين تايب. طيب، نوت إن أوكسفورد فور تو ييرز، شي سبوك إنجلش لايك أ نيتيف سبيكر. هافينج ليفد. هافينج ليفد، تمام. عبد الرحمن أنا حاسس أنت ملقلق وأنت بتجاوب، أنت بتجاوب كله صح وعمال بتنطقش كده بصوت قوي ليه؟ اللي بعدك مين عبد الرحمن؟ اللي بعدي هاجر. يلا يا هاجر. Not the injured man was taken to hospital. الراجل المصاب اتاخد على المستشفى. اهو بدأنا. هاجر علي صوتك عشان اسمع. طيب. Having been rescued. Having been rescued. طيب. Not the food he set the table. Having cooked. Not for the doctor David read a magazine. Waiting. إيه؟ Waiting. Waiting. ING. تمام. Not in the jungle. George had to find the way out on his own. انتوا سامعينها يا ولاد بتقول ايه؟ Having lost. Having lost. هي الجملة دي معلومة ولا مجهول يا هاجر؟ معلوم. هو فقد ايه؟ الراجل ده فقد ايه في الأدغال؟ وبقيته الجملة بيقول جورج كان لازم يلاقي طريق يطلع من الغابة. هو فقد حاجة ولا هو اللي فقد؟ هو اللي تاه في الادغال. ها الاولى لوست. يعني الجمله مبنيه للمجهول مش معلوم زي ما انت قلتي. Having not his childhood in London he could speak English perfectly well. spent. تصريف تالت. لما عشان هو قضى طفولته في لندن كان بيتكلم انجليزي ممتاز. طيب اللي عليه الدور يتفضل. يلا عبد الرحمن. اسعد. مين؟ اسعد. اسعد يلا يا اسعد اتفضل. اسعد. اسعد اتفضل. اسعد. طب اللي بعده. ماريا اشرف. يلا ماريا. ايوه مستر حضرتك. Not at the right temperature the dress will never shrink. الفستان مش هيكش. اول واحده. Washed. تمام برافو عليكي. طب لو انت شطوره يا ماريا قولي لي بقى washed دي يا ماريا معلش عشان لو حد من زمايلك مش فاهم نفهمه. washed دي اصلها ايه؟ هتبقى the dress. if the washed. dress. If the dress washed. Is washed. قولها تاني على بعضها بقى كده. If the dress is washed. كمان مرة معلش. If the dress is washed. أيوة كده. If the dress is washed لو الفستان ده يتغسل
مش هيكش. if the dress is washed يبقى اقولها washed على طول. طيب اللي بعديها not for so long، لان قعدت فتره كبيره من غير شغل، قعد من غير شغل. he had lost all، هو فقد الامل. الجمله دي على فكره باسف، مبنيه للمجهول، دي مبنيه اصل انا قعدت قاعد من غير شغل مش بمزاجي، ده حاجه غصب عني. ها تبقى التاني having been unemployed. طب not with hot water and soup، لو اتغسل بميه وصابون. the surface، السطح maintains، بيحافظ على its original appearance. تبقى اخر واحده، ما انت لسه حله واحده زيها من شويه. cleaned cleaned، وبرضه هتقولي لي اصلها ايه؟ تبقى if the سفر، if the surface is cleaned is cleaned. ما ينفعش ما ينفعش يا ماريا تروحي قايلها having been والجمله في الاخر مضارع، تجيبي ماضي مع مضارع ازاي؟ ما هو انت بتقولي having been يعني انت قصدك افتر وماضي، هتجيبي افتر وماضي والجمله في اخرها مضارع؟ لا، دي اف في الحاله الصفريه، مضارع بسيط في الاخر، يبقى في الاول cleaned اصلها if it is cleaned. طيب not the top of the stairs he heard strange noise that came from the ceiling، لما وصل لاعلى السلالم سمع صوت جاي من السقف. تبقى reaching شاطرة ing. طيب not any money، عشان ما كانش معاه فلوس اضطر يقعد في البيت واصحابه كانوا بيتفسحوا. not to stay home ها؟ not having. انت عسولة يا ماريا، not having. تمام اللي بعد ماريا ها؟ محمد علاء. محمد علاء يلا يا محمد. not tired ليلى went to bed early، انا كتبت جملة زيها بالملينا. feeling ing. not by by my work، كلمة by اللي انا عملت عليها دايرة دي كفاية او تخليك تعرف الاجابة الصح. لما انبهر بشغلي المدير مد العقد بتاعي extended my contract. ايه having impressed. هلا مستر. ايه having impressed، هي الجمله دي مبنيه المعلومة ولا مجهول؟ مجهول. مجهول صح. طب انا قلت having التصريف التالي بتيجي في المبني المجهول. نعم. امال احنا قلنا ايه اللي بيجي من دول ينفع في المبني المجهول؟ having been imprisoned صح؟ مفيش having been imprisoned. imprisoned بس. تمام. not the problem the boss asked the employee to solve it. having explained جدع. after not him at the station I drove straight to the سقط على المحط. after dropping. تمام جدع. not his coffee، هو بيشرب القهوة كان بيفكر في المشكلة. جدع drinking يا محمد جدع. طيب not after carefully the plant can live through the winter. اللي عليه الدور مين يا ولاد؟ محمد باليو بقى. مين؟ محمد اللي بعده. مين مين؟ اللي بيتكلم دلوقتي ده. طب يلا اتفضل. اتفضل. لوكت. لوكت جدع، لوكت افتر كيرفولي. نقعد داون فروم ذا وين تاور، واحنا بنبص من البرج. وي سو ميني بيبل، شفنا ناس ماشيه في الشارع. لوكينج.
طيب ذا امبريلا الشمسيه اللي اتلقت في الموقف بتاع الاتوبيس بيلونجز تو جون سميث. فاوند. جدع فاوند. ذا بيبل نوت ان ذات هاوس الناس اللي عايشه في البيت ده ار فيري فريندلي. ليفينج. ليفينج تمام. A million dollars worth of jewelry. بمليون دولار مجوهرات نقط to the president's wife بتاعت مرات الرئيس has been stolen. سرقت. Belonging. Belonging تمام. جدع اللي عليه الدور بسرعة كده يا ولاد. نور. مين؟ نور. يلا يا نور. Pictures not by Picasso. الصور اللي اترسمت usually sell for a lot of money. Millions of pounds. بنت تمام. طب اصلها ايه لو انت شاطر؟ اصلها دي عباره وصل وانت اختصرتيها. دي كانت عباره وصل في ضمير وصل اللي هو ويتش وانت اختصرتيها خلتها بنت. يبقى اصلها ايه بقى؟ ويتش ووز بنت. ويتش وير بنت. دي جمع ويتش وير بنت. طب this is a vegetarian restaurant. ده مطعم نباتي. None of the dishes مفيش حاجة من الاطباق نقط contain meat or fish. هتبقى serving اللي هي الوحدة serving. الاطباق بتقدم ولا الاطباق التي تقدم؟ التي تقدم هتبقى serving. سيرفت. The Harry Potter books. كتب هاري بوتر. التي كتبت بواسطة جي كي رولينج. Have all been made. كلها اتعملت افلام. هتبقى written. تمام. ولو شاطر قولي لي اصلها ايه برضو كده. Have been written. ايه؟ اصلها ايه؟ Which were written. طب نقط his money James was forced to walk home. لما فقد فلوسه جيمس اضطر يمشي على البيت يروح البيت ماشي. Have been given dust. هي برضو معلوم ولا مجهول؟ هي مجهول عشان هو مش عارف ان هو يفقدها. لا يعني دلوقتي اما اجي اقول جيمس فقد فلوسه دي مجهول؟ لا لا الجملة بتاعت زميلتك ساعة ما كانت برضو كانت عايزة تبنيها للمعلوم كانت عايزة تقول في المهم قلت لها هو تاه في الغابة ولا اتوه؟ لا ده هو تاه فقد مبنية للمجهول لكن هنا فقد فلوسه مش هو اللي تاه فقد لا ده فقد يعني مبنية للمعلوم. Having lost. Having lost. ثواني كده على فكرة هنا في اختيارين ينفعوا لي having lost to losing عشان كده شطبت واحدة منهم having lost بس لا هي بقى مش جملين مش اختيارين ده الغلطة هنا كانت ايه انا هفكر له هفتكر لكم الحكاية كان في كانت has been losing دي مفيش شرطة بينها هي اساسها كده يعني بس انا كل مرة بنسى اعملها لتاني الشرطه دي المفروض هي اللي تتشال تبقى has been losing يعني دي شرطه تحس انها صغيره حتى مش شرطه بين الاختيارات لا دي اصلا المفروض انها تيجي كده has been losing على بعضها لان دول كده خمس اختيارات اللي تعالوا يا اولاد بقى نتكلم على حاجه تانية اللي هي ناخد اف يا اولاد مع بعض كده درس كبير شويه بس هناخد بريك دقيقه واحده يا اولاد ماشي اتفقنا اللي عايز يعمل حاجه يعملها بسرعه كده عشان ايه هنشتغل حاجه جامده شويه دقيقه واحده بسرعه كده وترجعوا لي الناس معايا يا ولاد كله معايا يا شباب؟ معاك
معاك يا مستر. طيب بصوا الولاد معايا كده، تعال نراجع برضو من ضمن دروس الكيوميوليتيف جرامر ليسنز حالات اف. الاول قبل ما نبدا في اف يا شباب، بالنسبه لاي حاجه هنشرحها هنعيدها تاني، ما تقلقوش كده كده الحاجات دي انا عايدها في كتاب المراجعه، هنشوف كتاب المراجعه في الاخر النهارده، عايدها في الاخر تاني، يعني كل الدروس دي مشروحه تاني بطريقه تانيه وهنشرحها تاني ونعيدها تاني، لسه كده كده هنعيدها تاني يعني ونحل عليها تاني برضو. تعالوا بس الاول كده عايز الحق اراجع لكم دروس الجرامر اللي احنا ما شرحناش، او الدروس اللي مش موجوده في الكتاب بتاعنا، دروس الجرامر التراكمي، منها درس اف كونديشنال حالات اف وبدائل اف. بسرعه كده الاول عندنا اف يا اولاد، اف كونديشنال اللي هي اذا او لو الشرطيه. الاول الحاله الصفريه يا شباب، الزيرو كونديشنال دي ما بتتعدش من ضمن بتتعدش بنقول عليها حاله زيرو. الحاله الصفريه اف بيجي بعدها في الحاله الصفريه بريزنت سيمبل، مضارع بسيط. هندسه مشكلة الإقلام ده إنها أوقات بتلزق. إف بيجي بعدها present simple، مضارع بسيط. وجواب الشرط بيكون present simple برضو، مضارع بسيط. الحالة الصفرية دي بتعبر عن حقائق، facts، وكمان عادات habits. زي لما اجي اقول لك مثلا if you boil water، لو انت تغلي الميه، it evaporates، بتتبخر. if جبت بعدها present simple، مضارع بسيط، وفي الاخر evaporates برضو مضارع بسيط. وممكن الجملة دي تتبني للمجهول، وهديك مثال تاني برضو. على فكرة تنفع if او when، الحالة الصفرية دي تنفع if او when. يعني انا ممكن اقول مثلا when metals، لما المعادن are cooled، cooled يعني بتبرد. الجملة دي باسف مبنية للمجهول. زي يا المعادن بتتبر بيحصل لها ايه يا اولاد؟ بتتبر بتنكمش صح؟ زي كونتراكت، بتنكمش بالحراره، كونتراكت. When metals are cooled they contract، contract دي مضارع بسيط، و are cooled برضه مضارع بسيط بس مبنيه للمجهول. دي احنا لسه شارحينها من شويه، كنا قلنا واحنا من شويه انا قلت لكم الجمله دي انا ممكن اقولها when cooled. ممكن اقول يا اولاد when cooled، اجيب when زائد التصريف الثالث على طول، انا قلتها لكم if ساعتها. ممكن اقولها if cooled، لو تبرد. if cooled metals، المعادن contract، بتنكمش. معايا يا اولاد الناس كلها فهماني يا شباب كده؟ اما اجي اقول لك مثلا when I arrive home، لما برجع البيت. I eat lunch، أنا بتغدى. المرة دي habit، عادة. لكن الجملتين اللي فوق دول كنا بنتكلم عن fact، حقيقة. When metals are cooled they contract، دي حقيقة. If you boil water، لو تغلي المية، it evaporates، بتتبخر، دي برضو حقيقة. حقيقة إن أنت لما بتغلي المية بتتبخر. يبقى الحالة الصفرية بتعبر عن facts او habits، حقائق او عادات، ودي حاجة سهلة. الناس فهمها يا شباب؟ الناس فاهمين الحتة دي الاول؟ ايوه. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى، نبدأ في الجد ونشوف الحالة الاولى من اف.
الحالة الأولى يا شباب اللي هي الفيرست كونديشنال مضارع بسيط ولا المصدر؟ مضارع بسيط ولا المصدر؟ تمام. الحالة الأولى if بيجي بعدها present simple مضارع بسيط، وفي الآخر ممكن نجيب will أو may، هي الأساس will يعني، أو can، وممكن كمان must، وممكن كمان أعتبرها يكون جملة بتعبر عن نصيحة أجيب should، وبعديها الفعل في الانفينيتيف فعل في المصدر، وممكن كمان أجيب جملة أمر. تعال نشوف مثال على الحكاية دي كده. if it rains، لو الجو يمطر، I will stay at home، انا هقعد في البيت. الحالة الاولى دي يا ولاد بتعبر عن موقف محتمل حدوثه، حاجة probable، كلمة probable يعني حاجة محتملة، فعلا ممكن الجو يمطر وفي الحالة دي انا هقعد في البيت. هديك مثال تاني. if you study hard، لو تذاكر بجد، you will pass the exam، برضو حاجة محتملة ان انت تنجح في الامتحان لو ذاكرت، ممكن ان انت فعلا تنجح في الامتحان، يبقى دي كده حاجة محتملة، حالة اولى. عايزين نشوف مثال على حكاية جملة امر دي. لو قلت لك if you see عمر، لو تشوف عمر، say hello، say hello دي يعني سلم لي عليه، او بلاش لو مش فاهمها بلاش، give him the prize، اديله الجايزة، لو تشوف عمر اديله الجايزة، ده فعل امر، سواء give او say ده فعل امر. يبقى الحالة الاولى بتعبر عن حاجة probable، ممكن محتمل انها تحصل. نبقى مصحصحين يا شباب كلنا كده، نبقى عارفين الاول الحالات بتاعت اف كلها، عشان لما اجي اتكلم على البدائل هتلاقي الموضوع صعب لو انت ما انتش فاهم الحالات اللي انا بشرحها دلوقتي. الحالة الاولى اف بيجي بعدها present simple مضارع بسيط، في الاخر will او may او can او must او should، وبعديها فعل في المصدر. طيب تعال نشوف مع بعض السكند كونديشنال، الحالة الثانية. الحالة الثانية السكند كونديشنال إيه؟ بيجي بعدها باست سيمبل ماضي بسيط، وفي الاخر وود بلس المصدر، وممكن بدل وود برضه، هي الاساس وود، بس ممكن تجيب كود او مايت، وبعديها انفينيتيف فعل في المصدر. الحالة التانية دي تعبر عن موقف مخالف للواقع، او شيء مخالف للواقع، وممكن حاجة خيالية او حاجة افتراضية، موقف افتراضي، حاجة افتراضية. يعني الجملة الموقف اللي انت هتستخدم فيه اف في الحالة التانية ده بيبقى الكلام على حاجة في المضارع. يعني اما اجي اقول لك مثلا ايه، احمد goes to bed late، بينام متأخر، so لذلك مثلا he arrives at school late، بيوصل مدرسته متأخر. الكلام هنا انا لسه ما استخدمتش اف. طب انت كاتب الجملة دي ليه يا مستر؟ انا كاتب الجملة دي عشان اوريك ان الكلام اصلا انا هستخدم اف حاجة هعكس الكلام اللي في المضارع، هعكس الواقع، هتكلم عن حاجة مخالفة للواقع. الواقع بيقول ان احمد بينام متأخر وبيروح مدرسته متأخر، هتكلم على العكس. العكس هفترض، هجيب حاجة عكس اللي موجود قدامك ده. اما اجي استخدم اف اروح قايل اف احمد
went. ما احنا قلنا بقى بنجيب ماضي بسيط. To bed early. لو احمد ينام بدري جبت عكس late اللي هي early. He would arrive at school early. يوصل مدرسته بدري. لو ينام بدري يوصل مدرسته بدري. يبقى المرة دي جبت went ماضي بسيط، would زائد المصدر عشان اتكلم على حاجة عكس الواقع. الناس فاهمين يا شباب كده؟ كله فاهمني يا ولاد؟ طيب ممكن برضو في الحالة التانية دي استخدم وير مع كل الضمائر. ممكن اجيب اف وبعدها وير، هي تنفع ووز برضو، بس الصح يعني قوي ان المفروض تبقى وير. الامريكان الوقت يعملوها ووز، بس ووز صح برضو، بس المفروض تبقى وير يعني. وفي الاخر وود زائد المصدر. وير بتيجي مع كل الضمائر وفي الاخر وود زائد المصدر. بعبر بيها عن افتراض او حاجة خيالية. زي مثلا اما اجي اقول ايه؟ I am، برضو هوريك جملة I am not rich، انا مش غني. So I can't buy a car، انا مش عارف اشتري عربية. لو انا عايز استخدم if هنا اروح قايل if I were rich، لو انا كنت غني. تنفع was يا مستر، مفيش مشكلة، بس هي المفروض يعني احنا اتعلمناها من صغرنا انها تبقى وير. If I were rich I would buy a car، لو انا غني اشتري عربية. انا هنا بتكلم عن supposition، افتراض، حاجة عكس الواقع. الواقع ان انا راجل فقير. I am not rich، انا مش غني، فبفترض العكس. واحدة مش حلوة تقول if I were beautiful، لو انا كنت حلوة مش عارف كنت عملت كذا وكذا. واحد قصير يقول if I were tall. واحد ضعيف يقول if I were strong، لو انا كنت قوي كنت I would hit all، كنت ضربت الناس كلها. بنتكلم عن افتراض، حاجة عكس الواقع، حاجة خيالية. يبقى ممكن اجيب وير مع كل الضمائر وفي الاخر would زائد المصدر. برضو تبع الحالة التانية دي، احنا لسه في الحالة التانية برضو، ممكن نستخدم حاجة كمان اللي هي if I were you. If I were you أو if I were in your shoes دي بستخدمها في النصيحة. If I were you I would كذا، دي بتساوي should. If I were you I would معناها لو أني مكانك، لو أنا مكانك أعمل كذا كذا كذا، دي بستخدمها في النصيحة. يعني أما أجي أقول لحضرتك مثلا إيه؟ If I were you، لو أنا مكانك I would help Herbert. دي كان تقريبا الجملة كان بيب قالها لمس هافشم كده، كان بيقول لها إنها تساعد هربرت. If I were you I would help Herbert. دي نصيحة. If I were you وفي الآخر would زائد المصدر. طيب بصوا معايا كده، أما أجي أقول إيه؟ If I were you I would see a doctor، لو انا مكانك اروح للدكتور. واحد عيان بقول له لو مكانك اروح للدكتور، جبت would زائد المصدر، وادي if I were you. دي كده اسلوب نصيحة، طريقة نصيحة. الناس كلها فاهمة الحاجات دي يا شباب كده؟ يا مستر اتفضل. لو انا كنت قلت if I were you yesterday مثلا، غلط، عملت موقف امبارح، غلط غلط، تنفعش خالص. صح؟ خالص، ولا في الاحلام. احنا بنتكلم عن افتراض، بنتكلم عن افتراض. ولو تلاحظ ان انا اول ما شرحت الحالة التانية قلت انت الحالة التانية دي الكلام بتاعها على حاجة في المضارع، على حاجة في المضارع، بس انا بستخدم فعل في الماضي. فاهمني؟ تمام. يعني الجملة اللي أنا كنت كتبتها لك في الأول لما قلت إيه؟ أحمد goes to bed late، بينام متأخر. كلام في المضارع goes أهو. أما أنت تجيب جيت تجيب إف، قلت إف أحمد went، فعل في الماضي. لو أحمد نام بدري هيروح المدرسة، هو أحمد نام بدري؟ لأ، يبقى ما ينفعش تحط يسترداي لأن هو لسه ما نامش بدري ولا حاجة، أنا بتكلم على افتراض. أنت فاهمني؟ فهمت تمام.
الحاله الثالثه بقى، ودي هناكدها اكتر بعد شويه، بس اصبر عليها كده، في حاجات كده جامده هنقولها بس ما نخلص الاول. الحاله الثالثه بقى يا شباب، الثيرد كونديشنال، الحاله الثالثه كان في مدرس بعت لي مره سالني على الحته اللي زميلكم بيقول عليها ديت، بس ايه كان بيقولها بقى في السؤال المزيل، حاجه جامده قوي كده. خلينا بس نتخلص الاول عشان تفهموا احنا بنقول ايه. الحاله الثالثه الاول يا شباب، اف بيجي بعدها باست بيرفكت ماضي تام، اللي هي هاد والبي بي، وفي الاخر بنجيب وود هاف او كود هاف او مايت هاف، وبعدها البي بي التصريف الثالث. الحاله الثالثه بتعبر عن الاستحاله، او ممكن نقول عليها الندم، ممكن تقول عليها اللوم، اصل الموضوع خلص. هنا بقى الحاله الثالثه دي اللي ينفع اقول فيها كلمه يسترداي بقى، لان هنا كلام على حاجه خلصت. يعني هديك برضو، عايز اوريك الجملة كانت ايه، زي ما وريتك الجملة كانت مضارع وانت طبقت عليها اف في الحالة التانية، عايز اوريك هنا ان الجملة ماضي وانت هتطبق عليها الحالة التالتة. يعني بص كده معايا، اما اجي اقول ايه، احمد got up late، مش كلمة got up دي ماضي، صحي متأخر، so he missed the bus. عايز تحط يسترداي بقى حط، ما يهمكش. هنا هو احمد صحي متاخر ولذلك فاتوا الاتوبيس. اما اجي استخدم اف هنا اقولها ازاي؟ هنا بقى هتكلم عن ندم، لوم، عتاب، حاجه خلصت بقى. اروح قايل ايه بقى؟ اف احمد had got up early، لو كان احمد صحي بدري he wouldn't have missed the bus، ما كانش فات الاتوبيس. he wouldn't have missed the bus. عايز تحط yesterday، last week، اي حاجه بقى تعجبك هنا مفيش مشكله عندي. had got up دي ماضي تام، وفي الاخر wouldn't have will be be. ده لو بتكلم ندم بقى، لوم، لو كان، لو بقى هو خلاص كده كده الموضوع خلص، هو كده كده صحي متاخر والقطر فات او الاتوبيس فات وموضوع خلصان بقى. فتقول if he had got up early، لو كان صحي بدري he wouldn't have missed، او he would have caught the bus، كان لحق الاتوبيس. يبقى هنا اطبق الحاله الثالثه لان الموضوع خلصان، حاجه خلصت. واحد ما ذاكرش، ندى didn't study hard، ما ذاكرتش last year، so she failed the exam، سقطت، ما ذاكرتش وسقطت السنة اللي فاتت، الموضوع خلصان. يبقى أطبق الحالة الثالثة، if she had studied، لو كانت ذاكرت she would have succeeded، كانت نجحت، بس خلاص الموضوع خلص. but it's too late، دايما الحالة الثالثة دي نجيب فيها كلمة it's too late. too late يعني الوقت فات، الموضوع خلص، خرج من ايديها خلاص. انتوا فاهمين يا شباب كده؟ تمام يا مستر. تمام يا مستر. تعالوا بقى نتكلم على بدائل اف، وبدائل اف دي مهمه قوي عشان بتلخبط ناس كتير، وعايز اكد فيها على نقطه الانفيرجن اللي احنا درس الانفيرجن اللي احنا كنا شرحناه الحصه قبل اللي فاتت، واللي فاتت مش فاكر. بدائل اف، الالترناتيفز تو اف، بدائل اف انا ممكن استخدم ايه يا اولاد مكان اف؟ اولا انا ممكن بتستخدم كلمه in case او provided، وبروفايدد دي ممكن اجيب بعدها ذات او providing، وبرده ممكن احط بعدها ذات، وفي كمان كلمه as long as. الحاجات دي بتيجي كبدائل الاف وبيجي بعدها جمله كامله. ممكن كمان اجيب in case of
in case of دي يا اولاد معناها في حاله كذا، ودي بيجي بعدها فيرب بلس اي ان جي او ناون. تعال نشوف مثال كده. اما اجي اقول لك مثلا ايه، I will give you the money، انا هديك الفلوس، provided ممكن اقولها provided that، ممكن اقولها providing that، او ممكن اقولها as long as، او in case you promise، لو انت توعدني to give it back، ان انت ترجعها لي next week الاسبوع الجاي، هسلفك الفلوس بس انت ترجع، لو وعدتني انت ترجعها الاسبوع الجاي. انا جبتها هنا الحاجات دي على فكره بتيجي في الحاله الاولى. provide ده جبنا قبلها will زائد المصدر وبعدها promise مضارع بسيط. I'll give you the money هديك الفلوس provide لو you promise لو انت توعدني to give it back next week لو انت توعدني ان انت ترجعها الاسبوع الجاي. جبت بعدها مضارع بسيط وقبلها will زائد المصدر. بدل provided ممكن اخليها in case as long as providing اي حاجه. طيب عايز اشوف مثال برضو على in case of. اما اجي اقول in case of emergency في حالة الطوارئ call اتصل ب 122، ده فعل امر. انا جبت المرة دي مش جبتش will، جبت فعل امر. في حالة الطوارئ لو in case of fire في حالة الحرايق اتصل ب مش عارف رقم كام، in case of وجبت بعدها noun اسم. طيب عايزين نشوف كده بصوا للجملة دي كده. اما اجي اقول لك take the umbrella in case it rain، انا الجملة دي اديتها لكم قبل كده. ولما اجي اقول لك take the umbrella خد الشمسية in case of the rain، هو ايه الفرق بين الجملتين دول يا ولاد؟ ايه الفرق بينهم في المعنى؟ الاولانية بعد in case، بعد in case جملة كاملة، انما in case of بعدها اسم. تمام الله ينور عليك. برضو انا ما اقصدش كده، انا اقصد المعنى. الأولانية خشية يعني أن الله يديك الصحة يا عم فاهم، خشية أن أو تحسبا. الثانية in case of في حالة. أنتوا عارفين معنى إيه؟ فرق كبير قوي في المعنى بين الجملتين دول. in case معناها خشية أن، بتساوي كلمة least معناها خشية أن. بقول لك خد الشمسية أحسن الجو يمطر، يبقى معنى كده انت هتاخد الشمسية سواء الجو مطر ما مطرش تاخدها معاك. لكن التانية in case of the rain في حالة المطر، يبقى انت هتاخد الشمس، هتاخد الشمسية بس لو الجو مطر. تاني كلمة in case معناها تحسبا او خشية ان، الناس اللي قوية في اللغة العربية هتفهم قصدي ايه، خشية ان. يبقى انت بقول لك خد الشمسيه احسن الجو يمطر، يبقى ممكن مطر ما مطرش كده كده انت هتاخدها معاك. لكن لما اقول لك خد الشمسيه في حاله المطر، في حاله المطر يبقى انت مش هتاخد الشمسيه الا لما الجو يمطر بس. انتوا فاهمين الفرق بين الاثنين يا ولاد ولا انتوا مش معايا خالص شباب؟ طيب اللي برضو من ضمن بدائل اف انا ممكن استخدم شود. انتوا شايفين هنا كده صح؟ بتستخدم شود
كبديل لإف في الحالة الأولى والتانية. يبقى should بتيجي كبديل لإف في الحالة الأولى والتانية. إزاي؟ في الحالة الأولى بجيب should وبعديها الفاعل زائد المصدر، وفي الآخر will زائد المصدر. أنا كده عرفت إن دي حالة أولى. الحالة التانية بجيب should زائد الفاعل زائد المصدر، وفي الآخر would زائد المصدر، كده بقت حالة تانية. طيب بص معايا كده، أما أجي أقول لك إيه؟ not ندى need help she will call you. if ولا should ولا unless ولا a و b. اسمعوا بقى. يلا يا شباب بسرعة كده. شود بس عشان ايه وبي. شود ولا ايه وبي يا ولاد؟ ها شود عشان المصدر. الناس اللي قالت ايه وبي برافو عليكم، غلط، هي شود بس. المفروض نين تبقى فيها اس. الله يكرمك. لو كانت اف، شوف بقى انا بكتب مثال كده، ببقى قاصد مثال معين، عايز اشوف الناس اللي نامت والناس اللي لسه صاحي. ندى دي مش المفروض لو الجملة بإف، مش إف، مش هنا في ويل والمصدر، مش الجملة لو بإف المفروض دي تبقى مضارع بسيط نيدز. إف ندى نيدز هيلب. طب هو ما حطش إس، يبقى هنا أقول شود زائد الفاعل زائد المصدر، يبقى شود ندى نيد، وفي الآخر ويل زائد المصدر. الناس فاهماني يا ولاد كده؟ تمام. طيب بستخدم ايه تاني كبديل لإف؟ بتستخدم هاد بدلا من إف في الحالة التانية والتالتة. بصوا معايا كده يا ولاد، في الحالة التانية بجيب هاد زائد الفاعل بلس اسم نون، وفي الاخر ود والمصدر. وفي الحالة دي كده تبقى حالة تانية، ما في ود اهي في الاخر، وبجيب هاد والفاعل والبي بي تصريف تالت، وفي الاخر ود هاف والبي بي، كده بقت حالة تالتة. طيب تعالوا ناخد مثال. ايه انا بروح البيت هدومي كلها حبر وبتاع وحاجه، شوف ايدي يا عم، يا نهار اسود عليا، ده انا عامل زي شغال في ورشه. not he a car he would give me a lift. give me a lift يوصلني يعني. had ولا should ولا where ولا if؟ ها نختار يا شباب. had. تمام. had he a car. لو had زائد الفاعل زائد اسم، ادي had وده الفاعل he والاسم كلمة a car، وفي الاخر would زائد المصدر would give. طيب بصوا للجملة التانية. not he had a car he would have given me a lift. كان اداني توصيله، كان وصلني يعني. برضو الحته دي باينه ولا انتوا مش شايفينها ولا تمام يا مستر؟ if ولا had ولا should ولا وير برضه؟ ها نختار يا شباب. هاد.
هاد بس المره دي بص انت مش فاهمها، بص على القاعده، هاد والفاعل والتصريف التالت، ادي هاد وده الفاعل هي وده التصريف التالت هاد، جاب هاد تانيه، هاد هي هاد. لو هو كان بيمتلك عربيه he would have given، في الاخر بنجيب would have والبي بي، would have given me a lift. طب اصل الجمله دي ايه يا مستر؟ اقول لك انا اصل الجمله دي if he had had، if he had had a car، لو كان عنده عربيه he would have given me a lift. if he had had هتشيل had من هنا تروح حاططها مكان if في الاول، يبقى had he had. مثال تاني، اما اجي اقول if he had played well، لو كان لعب كويس he would have won the match، كان فاز بالماتش. if he had played اروح شايل had من هنا حاططها مكان if، يبقى had he played. انتوا فاهمين يا شباب كده؟ تمام يا مستر. عايز اقول لكم على حاجه صغيره، انتوا خدتوا درس الانفيرجن الحصه اللي فاتت او اللي قبلها والله ما فاكر، انتوا مش ملاحظين ان دي حالات انفيرجن؟ انت لما بتجيب شد قبل الفاعل، طب ما انت كده عملت انفيرجن، ما دي من حالات الانفيرجن اللي انا شرحتها، ان انا اقدم الفعل المساعد على الناقص، او الفعل المساعد او الفعل الناقص على الفاعل. شد ندى، ما قلتش ندى شد، طب ما دي انفيرجن. برضو هنا مثلا اما اقول هاد هي، طب ما انا كده عملت انفيرجن. الجملة الأخيرة برضو لما قلت هاد أحمد بلايد، طب ما أنا كده عملت انفيرجن، جبت الفعل المساعد قبل الفاعل، طب ما دي كلها حالات انفيرجن اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت. يبقى بدائل اف كلها تعتبر حالات انفيرجن. فاهمين يا شباب؟ الناس كلها فاهماني؟ تمام يا مستر. تمام يا مستر. تمام يا طيب بصوا معايا كده يا ولاد، ال وير بقى، ما اجي استخدم وير كبديل لاف، وير بتبقى صعبه شويه. انا ممكن استخدم وير كبديل لاف بطريقتين، بتيجي في الحاله الثانيه بتستخدم وير كبديل لاف في الحاله الثانيه بطريقتين. وير يا ولاد بتيجي كبديل لاف في الحاله الثانيه بطريقتين. الطريقه الاولى اذا كانت وير موجوده اصلا، اذا كانت موجوده في الجمله بعمل ايه؟ بروح جايب القاعده اللي انا هكتبها لك دي، بجيب وير والفاعل وبعدها ممكن اجيب ناون اسم، او ممكن مثلا حرف جر زائد اسم، وممكن كمان صفة، وفي الآخر بيبقى وود زائد المصدر. يعني تعالى مثلا بص معايا في المثال ده كده، أما أجي أقول if she were rich، لو هي كانت غنية، لو هي غنية I would marry her، أنا هتجوزها. where، وير موجودة في الجملة ايه؟ وفي الاخر وود زائد المصدر. انا ممكن هنا اجيب وير في الاول، لان يبقى اطبق القاعدة اللي قدامي دي. اقولها ازاي يا ولاد؟ نقول مع بعض كده، ها؟ وير شي ريتش، ها؟ اي وود ماري هير، لو هي غنية انا اتجوزها. معنى كده طالما انا بتكلم على الحالة التانية يبقى الكلام في المضارع، انا بتكلم على حاجة في المضارع وانا بفترض. معنى كده she isn't rich، يعني اما تيجي تجيب الموضوع من اساسه she isn't rich، هي مش غنية. واما اجي استخدم if اروح قايل if she were rich، لو كانت غنية I would marry her. طب ولما اجي اجيب where كبديل لif اروح حاطط where في الاول، يبقى where she rich. طيب ناخد مثال تاني ولا فاهمينها كده يا ولاد؟ اللي عايز مثال يقول، هقول مثال تاني. فاهمينها؟ ايوه. طيب الحالة التانية اللي انا ممكن استخدم وير فيها برضو، انا ممكن استخدم وير في الحالة التانية اذا كانت وير غير موجودة في الجملة،
اذا كانت وير اصلا ما كانتش موجودة في الجملة الاصلية بتاعت اف، بروح مطبق القاعدة اللي انا هكتبها لك دي، بتروح جايب وير وبعدها السبجكت الفاعل وبعدها تو زائد المصدر وفي الاخر وود زائد المصدر. ما احنا بنتكلم على الحالة التانية، انا بستخدم وير في الحالة التانية، يبقى كده كده لازم اجيب وود في الاخر. اما اجي اقول لحضرتك مثلا if I told you، دي جملة كنت وريتها لكم قبل كده، if I told you، لو قلت لك I didn't kill her، لو قلت لك انا ما قتلتهاش، would you believe me، هتصدقني؟ ركزوا كده معايا يا ولاد، ادي جملة عادية بإف في الحالة التانية، told ماضي بسيط وفي الاخر would زائد المصدر، بس انا عاملها سؤال في الاخر يعني. انا ممكن اعملها لك اختيارات، اروح قايل لك ايه where I not you I didn't kill her would you believe me where I ايه بقى told ولا tell ولا to tell ولا tells total نختار يا ولاد بقى total to tell. ما احنا قلنا بقى القاعده مكتوبه قدام عيني، ما ينفعش ان انا اغلط وما ينفعش اقول انا مش فاهمها، ما هي مكتوبه قدامك وير والفاعل وتو والمصدر. الكلام ده لو كانت وير مش موجوده، يعني الجمله الاصليه طلعي لي وير كده، مفيش وير موجوده اصلا. If I told you، مفيش وير اصلا في الجمله دي، يبقى طبق القاعده دي، يبقى وير زائد الفاعل وير اي وبعدها تو زائد المصدر، told دي اخليها تو تيل، وير اي تو تيل يو، لو انا قلت لك. زي ما اجي اقول لك مثلا ايه، if I found a bag of gold، لو انا لقيت شنطه ذهب I would buy a villa، هشتري فيلا. If I found، اما اجي استخدم where اقول where I to find، found اخليها to find. يا رب تكونوا فاهمين يا شباب. ولاد حضرتك يا مستر. تمام الحمد لله يا مستر. تمام طيب بصوا معايا كده يا ولاد، انا بستخدم بقى unless بمعنى اذا لم، دي بتساوي if not اللي هي if المنفية، دي في كل حالات if. احنا هنتكلم بقى عن بدائل if في حالة النفي. بستخدم كمان يا اولاد if it weren't for، او خلينا الاول but for، بستخدم but for او if it weren't for وكمان معاهم without، عايز اكتبها فوق منهم كده. التلاتة دول يا ولاد بمعنى بدون، التلاتة دول بيجي بعديهم noun اسم او verb مضاف له ing، ودي بتيجي في الحالة التانية بدل في اما يكون الجمله منفيه. طب تعال اول ناخد امثله عشان بس ما تتهوش. اما اجي اقول ايه if he didn't help me، لو هو ما يساعدنيش I wouldn't get the job، انا ما احصلش على الوظيفه، ما اخدش الوظيفه، يعني هو لازم يساعدني. الجمله دي شوف انا بجيب لك الجمله من اصلها، اصلها باف وبعدين هستخدم لك فيها unless وبعدين استخدم لك فيها without او but for والحاجات دي.
if he didn't help me if وجاي بعدها ماضي بسيط وفي الاخر would زائد المصدر يعني حاله تانية. اما اجي استخدم unless الاول اقولها ازاي؟ unless he helped me اذا ما ساعدنيش I wouldn't give the job انا مش هاخد الوظيفة. بتكلم عن افتراض unless he helped me I wouldn't get the job. انا وريتك الجملة بإف ولاحظ ان إف زائد النفي بتساوي unless زائد فعل مثبت. لاحظ ان unless بيجي بعدها فعل مثبت لكن إف بيجي بعد ممكن يجي بعدها فعل منفي. إف زائد فعل منفي بتساوي unless زائد فعل مثبت. طيب لو انا عايز استخدم في الجملة دي without او but for او if it weren't for اقولها ازاي؟ اختار لي اي واحدة فيهم كده مثلا هنقول if it weren't for عشان اختار لك اصعب واحدة فيهم. هما زي بعض بس النطق بتاعي انا جايز يبقى صعب عليك ولا. if it weren't for his help I wouldn't get the job او عايز اقولها لك بطريقة تانية. If it weren't for his helping الله يكرمك his helping me مساعدته ليا I wouldn't get the job. هو ايه يا مستر ده؟ هو ال ing ينفع يتحط قبلها his؟ ما احنا لسه واخدينها من شوية. ما احنا لسه واخدينها في درس البارتيسيبلز. قلت لك ال ing ينفع يتحط قبلها my وينفع يتحط قبلها ابوستروفي اس. لسه شرحينها في الدرس اللي فات. يبقى if it weren't for his help كده انت جبت noun اسم بدون مساعدته او if it weren't for his helping me مساعدته ليا I wouldn't get the job. يا رب تكونوا فاهمين الحكايه دي. شباب الناس فاهماني كلها؟ ممكن if it weren't for دي تخليها without او but for اللي يعجبك اي حاجه مش هتفرق عندي في حاجه. يبقى unless بتساوي if not اللي هي if المنفية. طيب برضو الحالة لما اجي استخدم النفي بقى في الحالة الثالثة احنا شفناها الوقت في الحالة الثانية. لو انا عايز اجيب نفس الكلام اللي انا قلته ده بس في الحالة الثالثة اخليها ازاي؟ في الحالة الثالثة بقى يا اولاد بستخدم without برضو تنفع في الحالة الثالثة او but for بس المرة دي بقى هنقول if it hadn't been for if it hadn't been for برضو التلاتة معناهم بدون وبرضو التلاتة بيجي بعديهم اسم او verb مضاف له ing بس المرة دي هجيب في الاخر would have will be او wouldn't have طبعا يعني مش محتاج اقول لك ان انا ممكن انفي would يعني انت احنا كبرنا على الكلام ده ممكن انفي would اخليها wouldn't يعني. مثال كده هديك مثال عليها. عارف الجمله اللي فاتت انا ممكن انقلها لك في الاولى اقول لك هغيرها لك هعمل لك جمله غيرها. اما اجي اقول لك ايه؟ if she hadn't been brave هي لو ما كانتش شجاعه a lot of people ناس كتيره would have died كان ناس كتيرة ماتت. انا غيرت لك بس عشان اوريك حاجة جديدة يعني. if she hadn't been had been ده ماضي تام اه يا مستر صح ده كده حلقة تالتة وفي الاخر would have will be اه فعلا كده حلقة تالتة مظبوط. if وجبنا بعدها ماضي تام وفي الاخر would have be would have والتصريف التالت احنا لسه شارحين حلقة if بقى. طيب انا جبت لك الجملة بif امشي معايا واحدة واحدة كده هات لي unless. احنا قلنا مرة ان if زائد النفي بتساوي unless يبقى اقولها unless ايه يا ولاد بقى ها؟ she had been انا شلت نوت منها اه she had been brave لو ما كانتش شجاعة وكمل جملتك برضو يا باشا a lot of people كانت ناس كتيرة would have died كانت ماتت. طيب لو انا عايز استخدم احنا شفناها بإف وقلنا ان إف زائد النفي بتساوي unless زائد فعل مثبت ما انا شلت منها نوت اهو
ولسه عاملينها في الجملة اللي قبلها. طيب لو انا عايز استخدم بقى واحدة من دول، اي واحدة برضو تعجبك، خلينا مثلا في وزاوة المرة دي. وزاوة، وزاوة ايه بقى؟ His brave. Hair being. Hair brave. Hair being brave. Being ايه being دي يا مستر؟ انا لازم اشوف الفعل اللي انا حاطه له ing ايه. الفعل بتاعي هنا بين، بين ده فيرب تو بي، بين بيتحط لهاش ing، تروح مرجعها للمصدر بتاعها بي وتروح حاطط لها ing تبقى being. if she يبقى without her being brave، بدون كونها شجاعه او بدون شجاعتها، واكمل جملتي برضو عادي، a lot of people would have died، كانت ناس كتيرة ماتت. يا مستر هو ايه، هو ايه الاسم من الفعل بريف؟ لسه هقولها والله، اصبر عليا بقى، انا ما بحبش اللي يقاطعني من غير سبب، ما انا كده كده اصلا حاجه اعملها من غير انت ما تقول. a lot of people would have died. طيب لو انا عايز اجيب الاسم، ودي بتبقى صعبه شويه على ناس كتير، اروح قايل without her bravery، كلمه bravery noun معناها شجاعه، بدون شجاعتها a lot of people would have died، كان ناس كتير ماتت. حد فاهم حاجه يا اولاد؟ اه تمام يا مستر. يا جماعه اتكلموا معايا، اللي مش فاهم حاجه كلمني. يبقى انا جبت without وعايز اجيب ing، ما انا كاتب لك القاعده ان without بيجي بعدها اسم ing، خلينا في ing بتبقى سهله شويه، ادور على الفعل. لو الفعل play اروح قايلها playing. طب الفعل هنا بين، بين ده فيرب تو بي، بين بيتحط لهاش اي ان جي، لازم ترجعها للخامه اللي ستيم، الاساس بتاع الفعل بي، المصدر بي، وزود لها اي ان جي تبقى بينج. وزود بينج بريف، طب ايه هير اللي انت حاططها في الاول دي يا مستر؟ ما انا قلت لك الاي ان جي ينفع يتعمل له ملكيه. يبقى وزود هير بينج بريف ا لوت اوف بيبل وود هاف دايد. او اجيبها اسم، يبقى without her bravery a lot of people here died. جبت الاسم من brave bravery. ها يا رب يكون فاهمين يا شباب، الناس كلها فاهمه شرحنا ايه الوقت يا ولاد؟ تمام يا مستر. تمام يا مستر. اخوانا الناس اللي نامت يا ولاد، معلش اصحوا بس خمسه كده معايا، يا رب يخليكم اصحوا بس وبعدين يبقوا ناموا تاني. ولاد انا عارف ان في ناس نامت وناس قاعده حاطه ايديها على خدها وعامله كده، وفي واحده مكشره لي دلوقتي عايزه تتخانق معايا، مش عارف ليه انا ما عملتش حاجه. انت مكشره ليه؟ انا ما عملتش حاجه، ده انا طلعان عيني. يلا يا ولاد بقى كده تعالوا نحل شويه. يا هندسه البتاع دي فصلت الكاميرا الله يخليه. اشتغلت تاني يا مستر. اشتغلت يبقى عملت زي المره اللي فاتت دي. بقى نشوف اسئله مخرجات التعلم على الدرس ده بقى كده يا اولاد. اللي مين اللي كان عليه الدور؟ يلا عبد الرحمن يا رب يخليك كده، ساعدني يا عبد الرحمن، ساعدني عشان عندنا شغل بسرعه. انا اللي المفروض ابدا يا مستر. طب يلا ابدا يا حبيبتي. If I not a car I would travel، لو عندي عربيه انا هسافر. ايه؟ ها؟ had تمام. if I had في would زائد المصدر، انا لازم ابقى ذكي. الحكايه عامله زي اللغه العربيه، اداه الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. هو مديني would زائد المصدر في الاخر جواب الشرط، ومديني اداه الشرط if. ادور انا على الماضي البسيط، if ماضي بسيط would والمصدر، if ماضي تام would have والتصريف التام، if مضارع بسيط، مضارع بسيط لو حاله صفريه، if مضارع بسيط will زائد المصدر لو حاله. لازم دماغي تبقى شغاله، دي مربوطه بدي، مربوطه بدي. She not more if she had more free time. Would read. تمام. If he not early he would have caught the train. Had left. If I not a lot of money I would travel around the world. Had. تمام. If you not harder you would pass the exam. Studied. استادت تمام، ماضي بسيط تمام يا عسل، برافو عليكي. نوران، نوران حبيبتي القمر، انت عامله ايه؟
لله يا مستر. نوران دي حبيبتي. طب يلا يا ولاد اللي عليه الدور بعد كده سلمى رمضان بتاعي صح كده؟ يلا يا سلمى. If we not a map we wouldn't be lost. سلمى. هاد. If he not his phone he would have seen my messages. B. Would have زائد التصريف التالي. سي. ايه سي. يا سلمى دي الحاله كام من ايه يا سلمى؟ انا فهمت والله انا فهمت حضرتك بس انا بيدخلوا في بعض يعني انا فاهم كل حاجه لوحدها بس لما اجي احلهم كلهم مع بعض بيدخلوا في بعض الصراحه. يا سلمى انا بسالك رد عليا بس بالراحه. would have زائد التصريف الثالث دي بتيجي في انهي حاله من حالات اف؟ دي الحاله الثانيه. would have والتصريف الثالث في الحاله الثانيه. ده انت واخدها خدتها 100 مره في اعدادي وفي ثانوي وانا شرحتها النهارده واكدت عليها. would have والتصريف التالت دي مش حاله ثالثه ولسه قايل الوقت اهو. اف ماضي تام would have will be. اف ماضي بسيط would والمصدر. اف مضارع بسيط يبقى مضارع بسيط لو صفريه او will زائد المصدر لو حاله اولى. ها نختار ايه بقى يا سلمى؟ دي. ايه دي؟ دي had checked. If she not the job she would have more. would have خد بالك مفيش تصريف تالت يعني دي would والمصدر يعني حالة تانية. انا سهلتها لك حالة تانية. حالة تانية يبقى if we pass simple. ايوه يبقى takes قصدي ثانية واحدة توك توك. انا تعبان يا جدعان. if they not early they will have will زائد المصدر يبقى كده حالة أولى. أيوة يبقى كده present يبقى هتبقى إيه؟ إيه leave. تمام. if I knew the recipe I would make you a cake. لو أنا أعرف الوصفة هعمل لك كيك. would make would be infinitive. أيوة past simple. أيوة past simple يبقى be بي نيو. تمام يا سلمى برافو عليك. انت لزمك حاجه واحده يا سلمى تقعدي تذاكري الفيديو تاني الحصه تذاكريها تاني بعد ما نخلص يا حبيبتي. تمام تذاكريها كويس قوي واشتغلي على نفسك شويه يا سلمى. شفتي العيال يعني نوران قبل منك في ثانيه قراتهم كلهم يعني عايزك تبقي زي كده زيها المره الجايه كده تجتهدي شويه معايا. اللي عليه الدور سلوى. يلا يا سلوتي سلوى القمر. if they not harder they would have finished the project on time. Had worked. If he not the stock market, he would have made a lot of money. Had understood. سلمى سلوى دي عسولة. طيب if she not more time, she would finish the painting. Had. تمام. If you not a ticket, you can enter the concert. Have. If we not the plane, we would have missed the meeting. Had missed. والله يا سلوى دي عسوله. مش انا قلت لكم عسوله؟ شطوره يا سلوى. اللي ما بيغلطش خالص ده حبيبي. اللي بيغلط ده بيضايقني. ساره نبيل يلا يا ساره. If I not a better camera I would take better photos. Had. If she not the truth she wouldn't have lost her job. Had told. دكتوره ساره دي عسل. If they not more careful, they wouldn't have crashed the car. Had been. تمام. If you not me earlier, I would have come to your party. Had invited. Had invited. تمام. The meeting was postponed. هي دي جملة هجاوبها أنا ملهاش دعوة بإف هي جت في النص كده غلطة يعني. To كلمة يؤجل إلى يا ولاد اسمها postponed to. طب كملي يا سارة. If she not the weather forecast, she wouldn't have forgotten her umbrella. Had watched. تمام يا دكتورة برافو عليك. اللي عليه الدور بقى بعد سارة وفاء أشرف. وفاء صح كده؟ مظبوط. أيوة يا مستر.
طب اتفضلي. If they not to the gym, they would be stronger. Went. تمام. If they not the instructions, they wouldn't have made a mistake. Had followed. تمام يا دكتورة. انت اول مرة تحضري معانا يا وفاء؟ ايوه يا مستر. طب ايه رأيك في النظام بتاعنا؟ لا والله جميل. ربنا يخليك يا 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 وفاء يا حبيبتي. طيب if he not the news he would be surprised. دي. ليه؟ ايه غلط؟ would زائد المصدر. انت قلت دي ولا بي الاول؟ انت قلت دي ولا بي؟ دي. لا دي ازاي؟ ليه؟ ليه؟ بي معلش معلش. Here the ماضي بسيط. If we not more vegetables we would be healthier. بي. بي 8. If he not the meeting, he would know what's going on. ها؟ ما هي ما انت حظك التلات جمل بتوعك التلات جمل اللي فوق بعض دول حالة تانية. كل مرة علملك على ود والمصدر يبقى خلاص بقى ماضي بسيط مش مستاهلة التلات جمل شكل بعض اصلا. طيب تمام. زياد محمد يلا يا زياد. If he not English he could speak to his colleagues. الجمل دي يا زياد كلها شبه بعضها زي الجمل بتاعت وفاء يعني لحد دلوقتي كده كله شغال في نظام واحد. ها انا سهلتها لك خالص بقى المفروض عرفت الاجابه. Learned. If he not her number he could call her. لو يعرف رقمها هيتصل بيها. Had. طيب المرة دي هنغير بقى. If he not harder he would have passed the exam. Had studied. تمام. If he not the train he would be here by now. Had could. ليه؟ هي الجملة دي شكل اللي فوقها بذمتك يا راجل اللي فوقها would have والتصريف التالت دي علمت لك على would be بس يعني تشغل. ها كوت ماضي بسيط. if she not the deadline she wouldn't be had met. لا حول ولا قوة الا بالله. وفي فرق بين الجملة دي واللي فوقها الاتنين مش شكل بعض بذمتك. مات. طيب تمام. لا اله الا الله. طيب احمد عبد التواب يلا يا احمد. If he not his dream he would be happy. Followed. تمام. If she not more language she could travel to more countries. تاني واحد. New. تمام ماضي بسيط. If you mix لو انت تخلط الاصفر والازرق blue yellow and blue you not green. تالت واحد. get دي حالة صفرية. which word can replace if شوية جمل جامدة بقى على بدال if. ايه الكلمة اللي ممكن تتحط مكان if in this sentence في الجملة اللي جاية دي. not you have any questions please let me know لو عندك اسئلة عرفني. التالت واحد. ايه؟ التالت. التالتة should. تسلم يا دكتور احمد. should you have any questions اصل الجمله ايه؟ ده المستر قال لنا ان شود بتيجي مكان اف في الحاله الاولى. يبقى الجمله دي اصلها if you have any questions لو عندك اسئله عرفني let me know. if you have ممكن اقولها should you have. طب which word can replace if. ايه الكلمه اللي ممكن احطها مكان if في الجمله دي. not she had studied harder she would have passed the exam. علي صوتك يا احمد. الثانية هاد. ما تقول هاد وخلاص انت لازم تقول الثانية والثالثة. هاد. هنا هاد جاية مكان اف في الحالة الثالثة. طب ازاي يا مستر في الحالة الثالثة؟ اهو يا باشا. would have will be
would have والتصريف الثالث، يبقى الجملة دي أصلها إيه؟ if she had studied harder، لو كانت ذاكرت بجد أوي السنة اللي فاتت كانت نجحت. يبقى if she had studied أخليها had she studied. تمام يا دكتور أحمد عبد التواب. أسماء محمود، ازيك يا أسماء؟ العيد قرب يا اسماء اهوت بقى، كل سنه وانتم طيبه، وهنيجي ناكل كحك عندكم في الصعيد ان شاء الله المره الجايه. جربي بس. تاني يوم العيد هتلاقينا عندكم على طول. بس ما تفكر انا مش حاجه المشوار ده كله يعني عشان كحك يعني. بط بقى وحاجات زي كده. Which word can replace if in this sentence؟ ايه الكلمه اللي ممكن احطها مكان if في الجمله دي؟ Not you change your mind let me know. الاولى. انا مش حاجة عندكم اسماء خالص. لا استنى. ايه؟ الجملة التانية. هاد. انت حضرتي معانا الحصة من اول اسماء؟ ايوه. ليت ده فعل امر. اروح مفكر كده الفعل الامر ده بيجي في الحالة الايه؟ في الحالة الاولى. طب ايه اللي تتحط مكان اف دول في الحالة الاولى؟ وير المستر شرحها انها بتيجي في الحاله الثانيه، وهاد المستر قال بتيجي في الحاله الثانيه والثالثه، امال ايه اللي تيجي في الحاله الاولى؟ شود، صح ولا لا؟ شود يو تشينج يور مايند، لو انت تغير رايك عرفني. اف يو تشينج يور مايند بتساوي شود يو تشينج يور مايند. طب ايه الكلمه اللي تتحط مكان اف في الجمله دي برضو؟ نوت يو نيد هيلب جاست اسك، نفس الموال، هي هياها. لو انت محتاج مساعدة اطلب. ها؟ شود. شود. نقط ايه اللي تتحط مكان اف؟ اي وونت جو، وونت، وونت جو، وونت، وونت يا اسماء اللي هي ويل. اي وونت جو تو ذا بارتي، نقط ماي فريندز ار اولسو جوينج، انا مش هروح الحفلة، بس المرة دي شوفي معنى الجملة، لو اصحابي هيروحوا ولا مش هروح لو ما راحوش؟ مش هروح لو ما راحوش اذا لم يذهبوا. unless طبعا. unless طبعا. طب ايه الكلمه اللي تتحط مكان اف هنا؟ not I had known about the traffic I would have left earlier. had اسماء دي عسوله صلحت الدنيا بس كده حاجه اكل كحك عندكم برضو وبطوا كده. حلي يا اسماء برضو. if it not a dry year، دي أسئلة كل حلقناها قبل كده. The rings of the tree of trees are narrower. لو حلقات الشجرة لو سنة جافة مفيش فيها مطر، الحلقات بتاعت جذع الشجرة بتضيق. Is. دي حالة صفرية. If it not our planets will grow well. Rains. Rains. مضارع بسيط. تمام. طيب تمام يا دكتورة أسماء اللي عليه الدور فام. يلا يا فام. If the goats eat the bark on my trees، لو المعيز تاكل اللحاق بتاع جذع الشجره، كلمه بارك دي يعني اللحاق، قشره الشجره يعني. The trees will die. طيب if people not enough food they become ill، لو الناس ما تاكلش اكل كفايه تموت، بيعيوا ولا ايه؟ do not get اللي هي don't get. حلقه اولى برضه. If it goes on raining، حالة صفرية ولا ايه ده حقيقة؟ If it goes on raining، لو الجو فضل يفضل يمطر فترة طويلة، the river not will flood. طيب if the farmer's fields not very dry this summer he will irrigate them. Get. If you heat ice، لو تسخن التلج it not melts. حقيقة حالة صفرية. If there not a sandstorm tonight the town will be full of sand tomorrow. If there is. If you not these plants soon they will die. Do not water. تمام يا دكتور فهم، برافو عليك. طيب وليد مصطفى، يلا يا وليد. If the wind is very strong، لو الرياح قوية it not trees down. وليد ايوه ويل بلو. تمام. اف ساينتستس ستادي، لو العلماء يدرسوا ذا رينجز اوف تريز، حلقات الشجره، زي نوت انفورميشن اباوت اور كلايمت ان ذا بيست.
كان فايند. كان فايند تمام. حلقة أولى برضو. قصدي حلقة أولى. If there not much rain in a year, the rings in a tree are closer together. Are close together. Isn't. تمام. If a tree not deep roots, it won't fall. لو الشجرة لها جذور عميقة مش هتقع. Has. تمام. If the bark of a tree is destroyed, لو جذع الشجرة يتدمر, the tree would die. يا راجل يا راجل يا راجل يا دايس. حالة صفرية. تمام تمام يا وليد جدع. تيجوا بقى يا ولاد, احنا انا عامل لكم في الخطه ان احنا النهارده نشتغل درس البريزنت بارتيسيبل اللي هو الاي ان جي والتصريف الثالث, واشتغلناه وحلينا عليه, وكمان اف والبدائل بتاعتها كلها وشرحناها وحلينا عليها. المفروض برضو في الخطه بتاعتنا النهارده نحل امتحان. تيجوا نحل جزء من الامتحان واسيب لكم الباقي واجب. ايه رايكم؟ يلا يا جماعه والنبي سيبوني بقى اشتغل عشان بس نلحق. يا رب يخليكم. معلش هنبدا في الكتاب المراجعه اهو. انا كنت عاوز اقول لك بس يا مستر, ركز لنا على القطع بس عشان هي دي اللي بتوقعنا. والله العظيم من غير ما تقول, والله من غير ما تقول, وانا بشتغل على قطع. انا عارف. انا انت اول مره تحضر معانا صح؟ خدت معاك الترم الاول بس مسجل. مسجل طيب المفروض انت عرفت النظام بتاعنا. انا ما بسيبش حاجه. بص يا باشا هقولك على حاجه, يعني انا ما بحبش اتكلم عن شغلي بس هقولك على حاجه يعني تبقى عارفها. يعني انا عارف انا بشتغل ازاي. انا عارف كويس قوي والله الطالب بيقع في ايه, وعارف المشكله عند العيال في ايه, وبعرف الم الدنيا في كل حاجه. ما تشغلش دماغك بالحكايه دي. انا لا هديك قطع صعبه قوي مش هتيجي في الامتحان بالصعوبه ده, ولا هديك حاجات غريبه كده ملهاش علاقه بالامتحانات. انا هديك قطع صعبه سنه في مستوى الامتحان, في مستوى القطعه اللي انت هتقف فيها في الامتحان ومش هتعرف تحلها. دي اللي انا هحلها معاك. ما تقلقش. انا استنى بس عشان البتاع باظت. الحمد لله ما حلناش الواجب. حاضر 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 والله كل حاجه هنحلها. لو حاجه سبناها تعالوا في اخر السنه كده, لو لقيتوني حاجه سبتها قول يا مستر انت في سبت, هحل جمع لكم كل حاجه ما تقلقوش. بس هي غصب عني يا جدعان, انا الدنيا متكومه عليا وظروف رمضان دي مشكله. انا دلوقتي ممكن قسما بالله ملحق السحور في بيتنا. انتوا مش متخيلين الحكايه دي. انتوا قاعدين في بيتكم دلوقتي مكبرين دماغكم, والمستر مش مهم بقى يروح في ده. امتحانات شاملة. أول امتحان يا ولاد هنحله مع بعض امتحان 2022. يلا بقى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم كده. كله جاوب صح؟ نعيد تاني من الأول بقى. يلا أول اسم معايا هاجر. يلا يا هاجر اتفضلي. اللي فاتح مايك يقفله. محمد علاء بعد إذنك. محمد أنت متعب قوي على فكرة يعني. اقفل المايك يا محمد. اقفل المايك يا محمد. يا عم اقفل المايك. يلا اللي اول حد هاجر. يلا يا هاجر. انوات ويل هاز بين دج ان ذا ديزرت تو بروفايد بيبل ويز ووتر. عايز اقول بير عمقه 20 متر اتحفر في الصحراء. ها علي صوتك. بي يعني ما تعرفيش تقربي المايك شويه او تشوفي حل في حكايه الصوت دي يا هاجر. مش كل مره الحكايه دي. مش معنى زمايلك صوتهم واضح ليه؟ اتويني متر. اتويني متر ويل دي يا جماعه صفه مركبه, دي خدناها في درس الصفات المركبه في الوحده 11. ما بجمعش كلمه متر, ما بحطلهاش اس, وما بحطش ابوستروفي. لا زي كلمه 10 مينيت بريك, ده امتحان 22 جاي في سؤال على الصفات المركبه. 20 10 مينيت بريك دي يعني فسحه مدتها 10 دقائق. كلمة 10 مينت كده دي صفة مركبة ما بحطش اس. نجيب محفوظ was a pioneer in Arabic literature, كان رائد في مجال الأدب العربي. No article. ايه؟ No article. تمام.
كلمة Arabic literature ما يتحطش قبلها حاجة. في ناس على فكرة، وعايز اقول لكم ناس مشهورة قوي وناس في كتاب من الكتب اللي انتوا بتحلوها، مش عايز اقول بس عشان ما بقاش خبطت في سيرة حد، طلع على الهوا وحل السؤال ده غلط. It's time we not our lessons. الاخيرة studied. دي الماضي الغير حقيقي. قاعدة it's time بيجي بعديها فاعل وبعد منها past simple ماضي بسيط. دي حاجة اسمها ماضي غير حقيقي. الدرس ده هنراجعه ان شاء الله المرة الجاية اما نبدأ في الثلاث حالات بتوع اف، بس انا قلتها لك باختصار دلوقتي القاعدة، كده كده هنشرحها تاني. يعني it's time زائد فاعل زائد ماضي بسيط دي معناها حان الوقت لي. it's time او it's high time بيجي بعدها فاعل زائد ماضي بسيط. طيب don't argue not him you can't persuade him as he is stubborn. كلمة stubborn يعني عنيد. with يجادل مع argue with. he will inform us of the new date after he not it. انا مش سامعها، مش سامعك بتقول ايه، بس هي الاجابه نوز. افتر جاي قبلها ويل زائد المصدر يبقى بعدها مضارع بسيط نوز. محدش بقى يقول لي لا يا مستر افتر بيجي بعدها ماضي تام. يا حبيبي افتر بيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي تام لو قبلها ماضي. لكن حضرتك عندك درس في يونت 3 حاجه اسمها سيكونس اوف تنسز، توافق الازمنه، احنا شرحناه وهنشرحها المره الجايه في المراجعه. توافق الازمنه يعني ايه؟ افتر قبلها ماضي يبقى بعدها ماضي، قبلها مستقبل يبقى بعدها مضارع. العقل بيقول كده، يبقى نختار نوز بس مضارع بسيط. يلا عبد الرحمن. You will find not that you need on the top shelf. All تمام. كل، ستجد كل ما تحتاجه على الرف. Not cars are cheaper than new ones. Used used دي هنا صفة. Used cars العربيات المستعملة أرخص من العربيات الجديدة. The police said just now كلمة just now احنا لسه شرحين يونت 12 قريب. That the windows not before the thieves went into the building. ايه؟ ها؟ ثواني كده. تمام. had been broken. ايه تمام جدع صح. الجملة دي بس عايز اقول لكم على حاجة فيها يا ولاد. كلمة before جاي قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. طيب واحد يقول لي يا مستر طب ما كلمة just now المفروض ان الزمن ما تحولش. طب ما هي اصلا ما تحولتش، هي كده كده اصلا ما تحولتش، لان كده كده الكلام كله على حاجة في الماضي. هوضحها لكم اكتر. بصوا معايا كده يا ولاد، اما اجي اقول ايه كلمة just now احنا خدنا لما نيجي نحول الجملة من مباشر لغير مباشر مع كلمة has just said وكمان said just now لا تتحول او لا تتغير الأزمنة درجة في الماضي، ما بنقلش الزمن درجة في الماضي. تمام. ال بصوا معايا في الجملة دي كده، اما اجي اقول مثلا ايه احمد said just now هو قال حالا I will buy a car انا هشتري عربية. الجملة دي لما اجي احولها لغير مباشر اروح قايل احمد said just now وطبعا بنربط بذات او مش لازم يعني تحط ذات سيبك منها. احولها لهي وبعدين will buy a car هنزلها زي ما مش هعمل فيها حاجة. يبقى انا ويل سبتها ويل زي ما هي ما حولتهاش لود. المفروض في الغير مباشر بنقل الزمن درجه في الماضي. الجماعه اللينجويستس اللغويين بيقول لك ايه وي جيت ذا تنس ستيب باك ان تايم، بنرجع الزمن خطوه لورا.
يعني لو مضارع بسيط رجعه لورا خليه ماضي بسيط، مضارع مستمر ماضي مستمر، مضارع تام ماضي تام، ماضي بسيط ممكن اسيبه ماضي بسيط او احوله لماضي تام، يبقى انا برضو نقلته درجه لو حولته ماضي تام. امتى ماضي بسيط وماضي تام؟ الكلام ده احنا شرحناه، هنبقى نعيدها برضو تاني. هنا احنا سبتها ويل زي ما هي. طب الجمله اللي قدامنا دي بص كده معايا، الجمله بتقول ايه؟ The police said just now، البوليس لسه قايل حالا. The windows، انا هكتب لك الجملة اصلها في المباشر كانت ايه عشان تفهمها جات ازاي. The windows، الشبابيك، had been broken، البوليس اصلا كان قايل الجملة في الماضي التام، البوليس قال الشبابيك كانت مكسورة. Before the thieves، قبل الحرامية، went into the building، قبل الحرامية ما يدخلوا المبنى. يعني هي اساسا كده كده الجملة اصلا كانت ماضي تام، يعني الجملة اللي البوليس قالها كده كده اصلا هي ماضي تام، انا ما حولتهاش عشان ما حدش يقول انت اخترت ماضي تام ليه يا مستر، انا ما عملتش فيها حاجة، هي اصلا الجملة كده، هي اصلا كانت ماضي تام وانا سبتها ما عملتش فيها حاجة. يبقى اما اجي احول الجملة دي للغير مباشر يبقى the police said just now، البوليس قال حالا. that the windows، قال ان الشبابيك. had been broken، كانت مكسوره. وكمل الجمله عادي انزلها كلها زي ما هي. before the thieves went into the building، قبل الحراميه ما يخشوا المبنى. انا هفهمكم الجمله دي التريك اللي فيها ايه. التريك اللي فيها ان ناس كتير قوي هتقول لك ايه، طب انا لما اجي احول الجمله المفروض ان انا في كلمه جاست ناو، المفروض الجمله ما احولهاش للماضي، يبقى انا مش هختار هاد بين دي ماضي تام. بس هي اصلا اساسها ماضي تام، هي اساسا كده كده الجمله اساسها ماضي تام، فانت كده كده سبتها ما عملتش فيها حاجه. حد فاهم قصدي يا اولاد؟ حد يقول حاجه يا مستر؟ لو ما كانش فيها جاست ناو كانت هتبقى عامله ازاي؟ ايه؟ لو ما كانش فيه جاست ناو في الجمله كانت هتبقى عامله ازاي؟ ذات. لو ما كانش فيها جاست ناو، لو ما كانش فيها جاست ناو يبقى الجمله هتفضل زي ما هي برده ماضي تام، هتبقى هي هيها برده كده كده، اصل الماضي التام هتوديه فين تاني؟ ما هو الماضي التام ده اخر حاجه، هتنزليه لايه تاني اكتر من كده؟ ما هو كده كده اصلا اخر حاجه في الماضي، الماضي التام مفيش حاجه تحت منه. فاهماني؟ يعني يا مستر لو هي كانت ماضي مثلا نرجعها ماضي تام، لكن هي ماضي تام خلاص مفيش حاجه، ما هي اخرها انت عارف، انت اخر يعني انت عارف زي ما يكون حاجه اتمصت خلاص، دي جمله زي ما بيقولوا كده ممصوصه، هتمص فيها ايه تاني؟ هتعمل فيها ايه؟ ما هي اصلا ماضي تام. ما هو الماضي البسيط انت بتحوله، هي اصلا ماضي تام. ما هي التريك في الخدعه في الجمله دي، في الحته دي، ان الجمله اصلا هقول لك انا مثال، اما اجي اقول ايه، انا هقول لك جمله اهو وانت حولها لي يا عم. I had drunk juice، انا شربت العصير. before I ate breakfast، قبل ما افطر النهارده، قبل ما افطر شربت عصير. I had drunk juice before I ايت بريكفاست، الجملة بتاعتي اهي وحصلت فعلا، انا شربت عصير النهارده قبل الفطار. حولها لي كده. المستر، مستر صبحي، سيد ذات هي هاد درانك تي، هي هاد درانك جوس، قال ان هو شرب عصير. بيفور هي ايت بريكفاست، قبل ما ياكل الفطار. ما انت سبتها زي ما هي، مش هتقدر تعمل فيها حاجه، ما هي اصلا كده كده متحوله جاهزه، هي كده كده اصلا ماضي تام. طب لو فيها جاست ناو يبقى برضو تقول مستر صبحي سيد ذات، قال هي هاد درانك تي بيفور هي ايت، ما كده كده هي ماضي تام جاهزه، هتوديها فين تاني؟ انتوا فاهمين يا ولاد؟ فهمنا تمام يا مستر. طيب دونت وري اللي عليه الدور اللي كان بيجاوب، يور فون نوت باي تومورو مورنينج، ويل هاف بين فيكسد، ويل هاف بين فيكسد. جدع، باي دي يا اولاد مع زمن في المستقبل، باي
زائد مستقبل، دي بجيب معاها مستقبل تام. مستقبل تام ده اللي هو will have will be be، بس الجملة دي مبنية للمجهول فبقت will have been. This myth، الخرافة دي is passed down from one generation to generation، بتنتقل من جيل لجيل. عكس كلمة myth ايه؟ fact. fact جدع، حقيقة. انت كده خلصت صح؟ اللي عليه الدور مين؟ ماريا، يلا ماريا. The old man was grumpy، الراجل عجوز كان غضبان. As he had missed the train، كلمة grumpy ايه اللي قريبة لها في المعنى في دول؟ curious فضولي. سوري اخر واحدة، اخر واحدة furious. the rate at which، المعدل اللي بيه goods are produced، بتنتج البضائع. and the amount produced، والكمية اللي بتنتج بيها. especially in relation to work، خاصة في علاقتها بwork time، وقت العمل والفلوس اللي بنحتاجها للإنتاج. is called ايه؟ تبقى رقم ايه؟ productivity، الإنتاجية. الإنتاجية هي معدل اللي احنا بننتج بيه، والفلوس اللي احنا بنحتاجها عشان ننتج الحاجات دي. the youngest son usually، الابن الصغير دايما بيبقى ليه has a special knot in the heart، له مكان خاص قلب العيلة. Please. Please، تمام. We need to not a replacement، بديل for non-renewable energy as soon as possible. Find. Find، محتاجين نجد بديل. طيب، unless a new knot is found to control traffic، we will never find solution to the this dilemma. See. أزمة. unless a new approach، شطرة كده، approach يعني نهج، لو مفيش نهج جديد، نظرية جديدة، توجه جديد لأناة للسيطرة على المرور أو للتحكم في المرور، هيبقى عندنا أزمة كبيرة، مش هنلاقي حل للأزمة ولا إيه. There is no knot of cancer but the symptoms can be managed. ايه؟ الجملة دي انا اعتقد ان ايه؟ مش سامع. تريت. تريت؟ لا، هي كيور. علاج يعني ايه يا ولاد بقى؟ كيور. لكن تريتمنت التانية تريتمنت، كيور تنفع يعالج او علاج. لكن تريت ده فيرب بس، الاسم منها تريتمنت، تبقى كيور. which of the following do you need to apply for a job، اما تيجي تقدم في وظيفه محتاج ايه من دول؟ كريكولم فيتي اللي هي السي في. تمام. محمد علاء، لا مريم سامح الاول، يلا يا مريم. which sentence must be ended with a full stop، ايه الجمله اللي لازم يتحط في اخرها full stop؟ بي. علي صوتك يا مريم. ثانية واحدة. تمام، شطورة يا مريم، عسل. بي دي يا ولاد سؤال غير مباشر. الغير مباشر بنحطه في آخر نقطة، لأن إحنا خلاص حولناها لجملة خبرية، جبنا أداة استفهام وبعدها فاعل زائد فعل، جبنا الفاعل قبل الفعل خلاص، فدي تحط في آخرها نقطة. لكن هاو جريت دي تحط في اخرها علامه تعجب، ودي برضو يتحط في اخرها علامه تعجب، ده اسلوب تعجب. والاولانيه تحط في اخرها سؤال، علامه استفهام عشان سؤال. This sentence، which sentence is incomplete، ايه الجمله اللي مش كامله في دول؟ اخر واحده اللي مش كامله. The house collapsed دي جملة كاملة، البيت انهار، البيت وقع، مفيهاش حاجة دي. سي. أيوة سي. Fortunately، لحسن الحظ، he was uninjured، لحسن الحظ إن هو لم يصاب، ما حطش was، الجملة دي مش كاملة. In the lot you can restate the introductory paragraph، فين حتة ممكن تعيد صياغة، هي أصلا السؤال غبي. المفروض مش introductory paragraph، المفروض بتعيد ذكر الثيسز، الاطروحه.
مش احنا بنعيد صياغه الباراجراف اللي هو كاتبها الباراجراف المقدمه، بس هي المفروض تتقال الاطروحه. بنعيد صياغه الاطروحه فين؟ في الكونكلوجن. تمام يا مريم، في الخاتمه. طيب هسيب لكم دول تحلوها يا شباب بقيه الامتحان ده. ماشي. الساعه بعد 11 وتلت ومش هلحق اروح بيتنا. تعالوا بقى، ده امتحان 22، كملوا لي بقى بقيه الامتحان ده واجب. احنا عرفنا الواجب بتاعنا ايه اهو، احنا الحمد لله خلصنا جزء كبير النهارده. المره الجايه هنكون بعد العيد بقى الدنيا هتبقى براح. الاول حد هيسال على اي حاجه بسرعه قبل ما اكمل، قبل ما اختم؟ حد يسال اي حاجه يا شباب؟ هو احنا عادي نشحن كتاب المراجعه ده ورقي عادي؟ علي صوتك. ينفع نشحن كتاب المراجعه ورقي؟ تشحنه يعني يوصلنا ورق؟ ما احنا قايلين من زمان، انت ما كنتش معانا ولا ايه؟ الناس وصل لها الكتاب، في ناس طلبت تاخد الكتاب بي دي اف، دفعوا اتصلوا بالمنصه وخدوا الكتاب بي دي اف، وناس طلبوا الكتاب ورقي واتشحن لهم على البيت وجالهم على البيت ورقي، وفي ناس لسه هيوصل لها بكره وبعده. اللي عايز الكتاب يكلم المنصه هيجي لكم لحد البيت ورقي. اللي عايز الكتاب بي دي اف هتتصل بالمنصه وتحول الفلوس برضه وهيجي لك كتاب بي دي اف. كده او كده براحتك، اللي عايز حاجه يكلم المنصه. البي دي اف على الموقع، الدفع باشمهندس بيقول لي يقول لهم ان الدفع عن طريق الموقع بس. البي دي اف هتشوف على البي دي اف هتلاقي ازاي تتحول عن طريق فودافون كاش ومش عارف ايه وايه وايه، وفي فيديو موجود على الموقع ازاي تدفع الفلوس يعني. ها حد عايز يقول اي حاجه تاني؟ شباب تمام، احنا عرفنا الواجب بتاعنا، والنهارده الحمد لله كان اول يوم في المراجعه والدنيا كانت جميله، راجعنا حاجات كتير وخدنا حاجات حلوه قوي. بعد العيد بقى بعدكم ان شاء الله هنولعها، هنعمل شغل عالي قوي، حاجه جامده قوي، هيكون الوقت براحتنا. انا غصب عني مضغوط، كنت بجري النهارده وبتكلم بسرعه غصب عني لان عندنا كم كبير ولازم نخلصه. نشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، سلام عليكم.